بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن drugs affecting neuromuscular transmission. يعني ايه؟ الاول معاكم دكتوره نهى عباس، استاذ مساعد الفارماكولوجي في طب الزقازيق، واللي عامل الباوربوينت دول زمايلنا في القسم وانا معاهم ان شاء الله. طيب، drugs affecting neuromuscular transmission هي الادويه اللي هتشتغل على neuromuscular transmission. يعني ايه neuromuscular transmission؟ احنا عارفين ان الامبلس بتيجي من النيرفات لكل اجزاء الجسم، سواء هتشيل سنسوري توديه للبرين او هتودي موتور للمصل عشان تتحرك. فالنيوروماسكولار ترانسميشن هي النقله ما بين النيرف وما بين العضله. طب في ادويه بتاثر عليها؟ اه طبعا في ادويه بتاثر عليها. ما هو اي حاجه في الدنيا يا اما ازودها يا اما اقللها. لما عاوز ازود النيوروماسكولار ترانسميشن اشتغل عليها، النقله ما بين النيرف والمصل، العصب والعضله، ولما عاوز اقللها برضو اشتغل عليها. ما عنديش حاجه تزود، مش محتاجاها تقريبا، لكن محتاجه جدا الحاجات اللي تقلل، وده اللي هنشوفه ان شاء الله. دي الاي ال اوز بتاعتنا، واللي ان شاء الله هنقولها في الاخر ونشوف احنا حققناها ولا محققناهاش. دي الفكره اهي، النيوروماسكولار ترانسميشن هي نقله ما بين البرين لحد العضله عشان تتحرك. وعندي هنا اهو ده سنسوري جاي من المنطقه رايح للبرين، انا ماليش دعوه، ما يعنينيش هنا السنسوري خالص، انا يعنيني الموتور بقى. انا بتكلم دلوقتي على نيوروماسكولار جانكشن، ده موتور. يبقى اللي هيعنيني هنا ايه؟ الموتور اللي هو النيرف ده انا بتكلم عليه اهو، اللي شايل الحركه واخد امر الحركه وموديها لحد المصل، هو ده شكله. انا بقى هاجي عند اخر حته خالص ما بين العصب ونهايته على العضله، هو ده اللي انا هتكلم عليه، وهو ده اللي كبرته اهو في الصوره. النيرف اللي انت شايفه ماشي من البرين طويل ده نازل لحد العضله عشان يحركها، ده اخرته، اخره على العضله بيبقى بالشكل ده، يفرش زي الطبق كده، يفرش زي الطبق على العضله. مش واحد بس طبعا، عندي الاف 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 من هذا المنظر. المنظر ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه اسمين اتنين يساووا بعض، ممكن اسميه موتور اند بليت عشان هو شكل الطبق اهو، وموتور اند هو النهايه، موتور اند بليت، او بسميه النيورو ماسكولار جانكشن. ادي النيرف ماسل جانكشن، الاسمين صح والاسمين يساووا حاجه واحده، يبقى اسميه موتور اند بليت او اسميه النيورو ماسكولار جانكشن. طيب ايه هو بقى النيورو ماسكولار جانكشن ده؟ السكيليتال ماسل سبلايد بسوماتيك موتور نيرف، الموتور نيرف اللي احنا شفناه، الريجن اوف كونتاكت بتوين النيرف والمصل، النيورو ماسكولار جانكشن. في اي مشكله في الكلام ده؟ الحته اللي تقابل فيها النيرف مع العضله اللي احنا شفناها فهي في السلايد دي اللي قبلها على طول، الحته اللي تقابل فيها النيرف مع العضله سميناها نيورو ماسكولار جانكشن، وقلنا انها تساوي الموتور اند بليت. طيب نيورو ماسكولار جانكشن كونتين نيكوتينيك ريسبتور ذات ستيموليت استيموليتد باي استايكولين ريليز من السوماتيك نيرف تعمل ماسل كونتراكشن. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى بص، النيرف اندنج ده اهو، مش ده الاند اللي على العضله، مليان فيزيكلز، فيزيكلز اللي هي الحويصلات الصغيره فيها الاسيتايل كولين. مش احنا خدنا في توزيع الترانسميترز في الجسم لما انت خدت السمباثيتك سيستم والباراسمباثيتك سيستم، وده بيشتغل على الادرينالين وده بيشتغل على الاسيتايل كولين، وقلنا ان توزيعه السيستم الترانسميترز اللي في الجسم دي ان الاسيتايل كولين المين ترانسميتر عند المصل، والمين ترانسميتر في الجانجليا، والمين ترانسميتر في الباراسمباثيتك. لكن الجانجليا سواء كانت سمباثيتك او باراسمباثيتك هو الاسيتايل كولين اللي فيها بس، والموتور اند بليت يعني عند المصل ما عنديش برضو الا اسيتايل كولين بس. طيب يبقى عند الموتور اند بليت ما عنديش الاستايل كولين اللي هو ده نيورو ماسكولار جانكشن كونتين نيكوتينيك ريسبتورز which stimulated by acetylcholine released من السوماتيك نيرف يعمل ماسل كونتراكشن. اهو رسمه اهي تكبيره شويه للصوره، ادي الموتور اند بليت ده نهايه النيرف على العضله بنسميها الموتور اند بليت، فيها فيزيكلز اهي
مليانة أسيتايل كولين. الأسيتايل كولين بقى لما بيجي أمر الحركة يطلع من الأسيتايل كولين، يعني دي بولاريزيشن، جاي أمر الحركة يعني دي بولاريزيشن، يطلع الأسيتايل كولين يمسك على ريسبتور على المصل، الريسبتور بتاعه على الايه، على المصل، يبقى نيورو ماسكولار جانكشن، في نيكوتينيك ريسبتور استيميريتد بالاسيتايل كولين اللي طالع من السوماتيك نيرف عشان العضله تنقبض. الريليز ده استايل كولين ده بيتكسر ازاي في الموتور اند بليت؟ عندي الموتور اند بليت اللي هو النيورو ماسكولار جانكشن اللي هي الحته اللي انت شايفها دي مليانه ترو كولين ستريز، مليانه انزيم اسمه ترو كولين ستريز اللي انت خدت في الباراسمباثيك اللي هو بيكسر الاسيتايل كولين اللي بيطلع. موجود فين غرقانه الحته بتاعت الموتور اند بليت دي او النيورو ماسكولار جانكشن، الاثنين قلنا نفس الاسم، غرقانه كولين ستريز انزيم بيكسر الاسيتايل كولين، بيكسر الايه الاسيتايل كولين. طيب ودي رسمة تانية اهي برضو بتعبر عن هذه القصة، ده النرف اللي فوق ده رقم واحد، ده النرف اهو، وبعدين يجي عند السينابتيك تيرمينال اللي هي الحتة دي نهاية النرف، بيبجع كده زي الطبق عشان يحصل فيها بقى ايه تصنيع الترانسميترز وتخزينها وطلعها، فبتبقى بالشكل ده. وبعدين الساركوليما، الساركوليما ده اللي هو الايه الغشاء بتاع العضلة زي ما انت ان شاء الله هتاخده في الفسيولوجي، ده الغشاء بتاع العضلة اهو. طيب بعد كده عندي السينابتيك فيزيكلز اهي المليانه اسيتايل كولين، وادي النيكوتينيك ريسبتور اللي على العضله. الله ايه النيكوتينيك ريسبتور دي؟ انت مش اكيد ان شاء الله مش ناسي ان عندي الباراسمباثيك سيستم في ماسكارينيك ريسبتورز عند كل الاورجانز، وفي نيكوتينيك ريسبتور ان ان في الجانجليا وان ام عند المصل، واحده من اسمها كده ان ام عند المصل وان ان عند الجانجليا. فانا اللي عندي هنا ايه نيكوتينيك ريسبتور بتاعت الاستايل كولين اللي هي شكل ال 11 دي. ليه شكل ال 11؟ لان انت فاكر من الجزء بتاع الجنرال ومن الجزء بتاع الباراسمباثيك ان هي عباره عن ايه ايون تشانل. مش احنا خدنا انواع الريسبتورز وقلنا ان عندي جي بروتين كابلد وريسبتور مربوط ببروتين اللي زي التيروزين كاينيز زي الانسولين، وعندي ريسبتور اسمه تشانل. الاسيتايل كولين عند كل الاورجانز التانية اللي اتكلمنا عليها كان جي بروتين الام 1 والام 2 والام 3 والكلام ده كله، لكن هنا عند العضلات الان ام والان ان اللي في الجانجليا تشانل، مربوط بتشانل، وهنشوف لسه صور اوضح كمان ليه مربوط بتشانل، عشان ده كنا بنسميه فاست ترانسميشن. انا عايز العضله تنقبض بسرعه، هجري بسرعه، هقوم هشيل حاجه هشيلها بسرعه، مفيش حاجه اسمها انقبض ببطء. فالحتت اللي بحتاج فيها حركه سريعه ترانسميشن سريع في الغالب بتبقى الترانسميشن تشانل اهي. يبقى دي النيكوتينيك ريسبتورز، ودي بقى ميتوكوندريا سواء كان في النيرف اندنج او ميتوكوندريا في المصل. وده خطوه تصنيع الاستايل كولين، شفناها قبل كده الاستايل كولين بيتصنع ازاي، كولين واسيتايل كوينزايم ايه تحول الاستايل كولين تخصم في الفيزيكال اما يجي له اي ستيمولس. على فكره ده في اي حته، اي حته فيها الاستايل كولين النيرف بيبقى شكله كده، بيطلع الاستايل كولين ويخزنه بالطريقه اللي انت شايفها دي. لكن هنا لو قلنا دي مصل اهو، بيجي لها الستيمولس تطلع الاستايل كولين يمسك في الريسبتور، ولان الاريا غرقانه كولينستريز انزيم اهو، يبقى يحصل له ديجراديشن لاسيتيت وكولين، والكولين ده ما يترميش يتاخد تاني ويصنع استايل كولين وهكذا. تعالى نشوف الكلام ده بقى ده عباره عن ايه. نيكوتينيك ريسبتورز ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن اللي هي الان ام خلاص عرفناها، ليجند جيتد ايون تشانل، ليجند جيتد يعني الرابطه بتاعتها مربوطه بايون تشانل، نوع الريسبتور هنا ايون تشانل، نوع الريسبتور ايون تشانل. وانت خدت قبل كده ان الايون تشانلز دي انواع، في حاجه لينكد للصوديوم، في حاجه لينكد للكالسيوم، في حاجه لينكد للكلورايد، هنا نوعها ايه لينكد للصوديوم. يبقى نوع الريسبتور الان ام ده اولا موجود فين؟ عند النيورو ماسكولار جانكشن. مين اللي بيشتغل عليه؟ الاسيتايل كولين. الليجند شكله ايه؟ الرابطه اللي ما بينهم ايه؟ مربوطه على ايون تشانل، نوع الريسبتور ده ايون تشانل. They are directly coupled to sodium channel and mediate the fast excitatory synaptic transmission. الفاست ترانسميشن، الفاست ترانسميشن كده لحد دلوقتي في مشكله؟ ان شاء الله ما فيش مشكله. طيب بيقول بعد كده ان الاكتيفيشن اوف ان ام ريسبتورز باي اسيتايل كولين ريزلتد ان صوديوم انفلكس اند ديبولاريزيشن اوف ذا ماسل كونتراكشن. اهو ده اللي احنا قلنا قبل كده، ودي رسومات كلها بتوضح لي نفس القصه. ادي النيرف جاي له ستيميوليشن، وادي الفيزيكال مليانه الاسيتايل كولين، يطلع الاسيتايل كولين منها يشتغل على الريسبتورز بتاعته اللي هي نوعها ايون تشانل. هنا واخد لك قطاع مكبر اهو، يجي الاسيتايل كولين يمسك عليها، المفروض ان جزئين من الاسيتايل كولين، ما تشغلش بالك بالموضوع ده. المهم يعني الاسيتايل كولين يمسك على التشانل هي نوعها ايه صوديوم تشانل، يقوم فاتحها يدخل صوديوم، واحنا عارفين عشان البالانس بتاع الالكترولايتس يفضل متظبط جوه الخليه هيدخل صوديوم هيخرج قصاده ايه؟ بوتاسيوم.
ماليش دعوه بخروج البوتاسيوم، هي اللي تشانل اصلا صوديوم، والمين ترانسميتر بتاعها الصوديوم. لما يدخل الصوديوم بقى هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد كده اهو. نفس القصه، النيرف جاي له امبلس، استايكولين في الفيزيكال، جاي الامبلس هيقوم خارج يمسك في الريسبتورز بتاعته اهي، الريسبتورز بتاعته. طيب ايه ايه الاحمر ده وايه الازرق والكلام ده؟ دي اللي في، مش كل الترانسميترز شغاله في نفس، مش كل الريسبتورز شغاله في نفس الوقت، ده رحمه من ربنا ريزيرف كده، في حاجات ريزيرف متخبيه عشان لو حصل اي مشكله اتكسر شويه ريسبتور ما فيش حاجه هتقف. ده سبحان الله صنعه الله، ومن احسن من الله صنعه، دي افضل حاجه ربنا سبحانه وتعالى عاملها. ما علينا، المهم ان هو هيخرج الاستايكولين يشتغل على الاسيتايل كولين ريسبتورز اللي هي الان ام اللي هي لينكد للصوديوم شانل، هيخش الصوديوم. دخل الصوديوم يعني عمل لي ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن لاكشن بوتنشال اللي احنا شايفينه ده اللي هتاخدوه في الفسيولوجي. المهم الديبولاريزيشن ده اخرته ايه؟ طلوع كالسيوم من حته اسمها ساركوبلازمك ريتيكولم جوه الخليه. الساركوبلازمك ريتيكولم ده هو اللي اشتغل على البروت اللي هي الساركومير اللي هي الوحدات الفايبرز بتاعت المصل عشان تكونتراكت. طبعا انا ما عنديش حاجه جوه كده، انا بس بقولها ليه؟ لاني هحتاجها بعدين. لحد دلوقتي انت تعرف السلايدز اللي فاتت دي اللي هي ان الاسيتايل كولين بيخرج من النيرف اندنج يمسك على النيكوتينيك ريسبتور اللي في نيورو ماسكولار جانكشن اللي هي نوعها ان ام، ودي كابلد لصوديوم تشانل. وليه صوديوم تشانل؟ ليه تشانل اصلا؟ عشان تبقى اكزيتاتوري، فاست اكزيتاتوري، سريعه جدا، فاست اهم حاجه عندي فاست. طيب والاكتيفيشن بتاعها بالاسيتايل كولين يدخل صوديوم عشان يعمل ديبولاريزيشن وكونتراكشن في العضله. كونتراكشن ازاي؟ اكشن بوتنشال وديبولاريزيشن، هيطلع كالسيوم من حته اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم جوه العضله. طيب هاي كونسنتريشن اوف اسيتايل كولين، الكلمه دي في منتهى 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 الاهميه. اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده، ده مثل وقاعده خدها وطول ما انت ماشي. الهاي كونسنتريشن من الاسيتايل كولين يعني بيرزيستنت ديبولاريزيشن يقلب ويكنس وباراليسيس. بمعنى العضله عندي او اي ريسبتور في الدنيا عشان افضل اخد منه اكشن لازم تمسك فيه وبعدين يفك الاجونست اللي عليه، وعشان اخد اكشن يرجع يمسك تاني. طب مسك وفضل قاعد وطول المده بتاعته يبقى هيقلب بباراليسيس، هيخلي الريسبتورز ده مش شغال، لا حاسس بيه ولا حاسس بغيره. اديك مثال كان دايما يقوله لنا، طول ما انت لابس الساعه اول ما بتلبسها بس بتحس بيها، لكن طول ما انت ماشي حاسس بيها؟ لا. اول ما انت لابسه الحلق او لابسه الخاتم او لابسه الدبله اول ما بتلبسيها بس بتحس بيها، لكن طول ما انت ماشيه بيها بعد كده بتحس بيها؟ لا. نفس الفكره بالظبط، عشان افضل حاسس بيها يجي الاجونست يمسك في الريسبتور ويفك ويرجع يمسك تاني، لكن ماسك وفضل قاعد ماسك انا ما احسش بيه. هاي كونسنتريشن اوف استايكولين اللي هو البرزستنت دي بولاريزيشن بقى ده اللي تعنيني. برزستنت دي بولاريزيشن، دي بولاريزيشن، دي بولاريزيشن، دي بولاريزيشن على طول يقلب معايا بماسل ويكنس وباراليسيس. طيب ده تاني اهو الشكل، اهو ما تنساش يجي الايه الاستيمولس، يطلع الاستايكولين يشتغل على نيكوتينيك اسيتايلكولين ريسبتور اللي هي ان ام ريسبتورز نوعها لينكد تو ايون تشانلز. لما يمسك الاسيتايلكولين في مكانه على التشانل الريسبتور بتاعه على التشانل يحصل ايه؟ يدخل صوديوم ويخرج بوتاسيوم. طيب ودي الكونتراكشن هو دخول الصوديوم، لازم يتبعه دخول كالسيوم عشان الكالسيوم هو اللي هيعمل الكونتراكشن، لكن اساس الاكشن دخول الصوديوم. الحته دي بس ايه عايزه اقولها لك عشان هنحتاجها بعدين، لكن اهم حاجه خلاص عرفنا ان الكونتراكشن بيحصل ازاي، دخول الصوديوم والديبولاريزيشن والاكشن بوتنشال يتم عندي في الموضوع. طيب يبقى ده الحته بتاعت الموتور اند بليد او النيورو ماسكولار جنكشن. طب تعالى نشوف بقى الحاجات اللي هتشتغل على المصل. عندي سكليتال المصل ريلاكسنت، قلت في الغالب ما بحتاجش حاجه تزود انقباض العضلات، وما بحتاجها في المايسينيا جريفز ده قصه تانيه. هنا بقى انا بتكلم واللي يعنيني سكليتال المصل ريلاكسنت، لما يكون في مشكله وانا عايزه ريلاكس العضله ممكن اعمل الريلاكسيشن او الراحه على العضله ده ازاي؟ الكلاسيفيكيشن اوف سكليتال ماسل ريلاكسنت بتتقسم الى ايه بقى؟ الحاجات اللي ممكن تريح انقباض العضلات حاجتين اتنين، نيورو ماسكولار بلوكرز، يعني اجي على النيورو ماسكولار جنكشن واقفله، ودي حاجه كبيره على فكره، دي مش بتستخدم في العادي كده، يعني مش واحد عنده الم في العضلات اقوم مدياله نيورو ماسكولار بلوكر، لانها بتشتغل على عضلات كتيره وفي نفس الوقت دي حاجه خطيره سيفير. نيورو ماسكولار بلوك، انت جاي على الحته بتاعت الترانسميشن ولاغيها،
وسبازمولتك تفك شوية انقباض في العضلات، ودي اللي ممكن استخدمها بقى لو عندك عضلة شدت رقبتك بتوجعك، ده موضوع تاني. لكن الموضوع اللي يعنيني هنا بقى النيورو ماسكولار بلوكرز اللي هتيجي على النيورو ماسكولار ترانسميشن وتعمل له بلوك، ده اللي هنتكلم عنه. النيورو ماسكولار ترانسميشن الكلاسيفيكيشن بتاعها عندي حاجتين ملهمش تالت، اسمع الاسامي وان شاء الله هيتقالوا تاني، يعني ما تتخضش لو انت ما حاجه عدت عليك هنا، هنقولها تاني ان شاء الله والامور هتبقى اوضح باذن الله. طيب نيورو ماسكولار بلوكرز دي اللي هتيجي على النيورو ماسكولار، من اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز، اللي هتيجي عند النيورو ماسكولار جنكشن وتعمل له بلوك، بنقسمها حاجتين اتنين، كومبيتيتيف نون ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر. كومبيتيتيف خدنا سمعنا الاسم ده قبل كده، كومبيتيتيف يعني في كومبيتيشن على الريسبتور، يعني الاجونست والانتاجونست بيتنافسوا على الريسبتور. طيب نون ديبولارايزنج يعني ما بتعملش اي ستيميوليشن، كومبيتيتيف على الريسبتور وما بتعملش اي ستيميوليشن، الاسم بيشرح الميكانيزم بتاعتها. طيب نيورو ماسكولار بلوكرز زي كومبيت، اهو كومبيتيتيف يعني بتنافس، كومبيت بتنافس الاستايل كولين على النيكوتينك ان ام ريسبتور عند الموتور اند بليت. بمعنى ايه؟ اهو بص تيجي اهو، ده الموتور اند بليت والاستايل كولين بيجي يمسك في الريسبتور، هي تيجي تتخانق معاه بقى، ما تسيبهوش يمسك، تمسك في مكانه، وعشان هي مش اسيتايل كولين فمش هتعمل لي اي نوع من انواع الكونتراكشن، هتمسك تبقى رزله تقعد في الريسبتور بس وتقفله، والاستايل كولين مش هيعرف يتشتغل، تقوم تقلب بقى بايه؟ بباراليسس، تقلب بباراليسس. طيب التانيه عكسها، احنا قلنا الاولانيه كومبيتيتيف نون ديبولارايزنج، يبقى دي نون كومبيتيتيف ديبولارايزنج، نون كومبيتيتيف ديبولارايزنج. طب من غير ما بص، انا قلت الاسم بيشرح الميكانيزم بتشتغل ازاي، نون كومبيتيتيف يبقى ما فيش كومبيتيشن ما بينها وما بين الريسبتور، يبقى دي ارزل من اللي قبلها، هتيجي تمسك في الريسبتور ومش هتتخانق مع حد، هي قاعده. طيب ودي بولارايزنج يعني ايه؟ يبقى اكيد بتعمل الاول شويه ستيميوليشن، اهي دي بقى بتضحك على الريسبتورز. تعالى نبص بتشتغل ازاي بقى، زي كوزد سستيند دي بولارايزيشن، هحط لك خط تحت سستيند عشان سستيند دي مهمه جدا. فاكر الحته اللي انا قلتها لك بتاعت الساعه، وطول ما انت لابس الساعه ولازم تفكها وتلبسها، اللي هي احنا ترجمناها بالعلم بقى ان زياده الاسيتايل كولين او برولونجد ديبولارايزيشن تقعد فتره طويله عامله ديبولارايزيشن تقلب بايه؟ تقلب بباراليسز، هو ده اللي بتعمله بقى. رزله دي ما بتتشالش من على الريسبتور بسهوله خالص، هي صحيح على فكره هتاخد من الشورت الاكشن بتاعها قليل، بس طول ما الاكشن قليل ده مثلا ربع ساعه، هي قاعده ربع ساعه قاعده، فالريسبتور في خلال هذه الربع ساعه قلب بلوكد وقلبت العضله بباراليسز اهي. سستيند ديبولاريزيشن اوف ذا موتور اند بليت ليدنج تو ماسل باراليسيس، خلاص احنا حفظناها اصلا ان اي حاجه هتعمل سستيند ديبولاريزيشن هتديني باراليسيس. زي بروديوس انيشال ستيميوليشن اوف ذا ماسل فولود باي باراليسيس، يعني ايه بقى الجمله دي؟ انا قلت من اسمها اللي قبلها كانت كومبيتيتيف نون ديبولاريزنج، قلت لك كومبيت ومفيش اي نوع من انواع الستيميوليشن على العضله، خلاص خلصت القصه، ده نون كومبيتيتيف ما بيتنافسش بس ارذل خلق الله، يجي على الريسبتور ويعمل له شويه ستيميليشن في الاول عشان يقلبه بباراليسيس بقى، عشان يرزل اكتر، يعمل شويه ستيميليشن ويفضل سستيند ستيميليشن يقوم قالب بباراليسيس، يبقى ده الميكانيزم فعلا بتاعها بقى، ان هي في البدايه سستيند ستيميليشن او ستيميليشن، وهذا الستيميليشن يكمل يقوم قالب بباراليسيس، عشان كده سميناها دي بولارايزنج، يعني في الاول بتبدا بشويه ستيميليشن وفي الاخر تبقى سستند دي بولاريزيشن يعني باراليسيس. طب امال ايه الكلمه المهمه قوي دي اللي هي فاسيكيوليشن؟ ما انا ما اقدرش اقول عليها كونتراكشن، يبقى هي بتعمل انيشال ستيميليشن في العضله، شويه ستيميليشن في العضله يعمل فاسيكيوليشن، يعني ايه فاسيكيوليشن؟ يعني رعشه في العضله، مش كونتراكشن حقيقي، لا مش كونتراكشن حقيقي او مش كونتراكشن منظم، عشان كده ما اقدرش اقول عليه كونتراكشن، بسميه فاسيكيوليشن، disorganized contraction، contraction غير منظم، انقباض غير منظم وغير طبيعي، عشان كده ده مشكلة كبيرة جدا. عضلات او الفايبرز بتاعت العضلة، الفايبرز بتاعت العضلة هذا الكونتراكشن اللي مش طبيعي بيبوظها بيدمرها. طب ليه الكونتراكشن مش طبيعي؟ لانها مش اسيتايل كولين، وده هيتقال برضو تاني.
يبقى انا عندي هنا 3 كلمات اللي انت لازم تبقى عارفهم، ان هما نون كومبتيتيف، ما بيتنافسوش. في البدايه بيعملوا لي ستيميوليشن، والاستيميوليشن ده ما بيدينيش كونتراكشن، بيديني فاسيكيوليشن، يعني كونتراكشن مش منتظم، بيدمر العضله ويبوظها. ورقم 3 النتيجه لان هما مرزلين ومكملين وقاعدين ساستيند، يديني باراليسس. بستخدمهم في ايه تفتكر؟ حاجه صعبه زي كده تيجي على نيورو ماسكولار جانكشن وتقفله، بلوك انتاجونست على نيورو ماسكولار جانكشن، هستخدمها في كونديشن عاديه؟ لا، ده انا بستخدمها في كونديشن سيفير. اول حاجه خالص سكليتال ماسل ريلاكسيشن ديورنج سيرجري، اهو لما باجي اعمل عمليه العضله لو منقبضه هتخليني ما اعرفش اشتغل براحتي، مش عارف اوصل للي تحتها، حتى لو بشتغل في العضله نفسها مش عارف اشتغل كويس، عضله ممكن ادمر كمان في الفايبرز فيها اكتر. فكل ما هي ريلاكسد كل ما انا اعرف اوصل لها كويس واشتغل عليها كويس، ولو هشتغل تحتها اعرف اشق فيها بالراحه ما ادمرهاش، واعرف اوصل لتحتها ما فيش حاجه منقبضه. يبقى ده في ديورنج سيرجري، في العمليات اعمل ريلاكسيشن للمصل السكليتال ماسل بيها. طيب ايه التانيه دي بقى؟ الفاسيليتيت او فاسيليتيشن، يعني بتسهل الاندوتراكيه الانتيوبيشن. الله ايه المنظر ده؟ لما اجي اركب واحد تيوب، لما اركب واحد تيوب في العمليات مثلا في التخدير عشان اضمن ان الاكسجين داخل للنج كويس قوي، ادخله تيوب واحط فيها الاكسجين. التيوب دي الاندوتراكيه، يعني تيوب داخله في التراكيه عشان ادخل الاكسجين دايركت على اللنج. لو انا مش مدخل، مش مركز ريلاكس كل المصل اللي انا مارر فيها، كل المصلز بتاعه البق اهي، واللارينكس والفارينكس لحد ما اوصل اهي للتراكيه، والفوكال كورد هنا، الاحبال الصوتيه في الحته دي، وفي عضلات هنا. لو انا عندي مشكله ممكن اعمل انجري الحته دي، الحته دي ضيقه وصغيره قوي. لو انا مش مرخي العضلات في الحته دي ممكن ادمر 3000 حاجه وانا داخل، يبقى في الاندوتراكيه الانتيوبيشن. طيب ايه تاني؟ فاسيليتيت الميكانيكال فنتليشن. طبعا اكيد تسمعوا دلوقتي عن الميكانيكال فنتليشن، ربنا يعافيكم ويعافينا كلنا يا رب وما يكتبها على حد الكورونا. فشل في عضلات التنفس او توقف عضلات التنفس، فانا عايز احط ميكانيكال فنتليشن، انا اللي هدخل واخرج الاكسجين والكربون دايوكسيد لحد ما نشوف العيان ده هيكمل هيعيش هيتصلح الكونديشن بتاعته في اللنج هيحصل ايه بالظبط. ففي جهاز اسمه ميكانيكال فنتليشن، اهو جهاز اهو بيتوصل للعيان كانه بيعمل ارتفيشال ريسبيريشن. يعني هذا الجهاز برضه نفس القصه، معرفش اشغله ولا ادخله ولا اعمل اي حاجه الا ما ريلاكس المصل اللي حواليه عشان ما اعورش حاجه. طيب الاستخدام الرابع تو كنترول سيفير كونفولجنز، اللي هي الانقباضات الكونفولجنز ديورنج الكترو كونفولزيف ثيرابي. الكترو كونفولزيف ثيرابي ده عباره عن ايه؟ الكترو كونفولزيف ثيرابي علاج بكهرباء تعمل ستيميوليشن. الاستخدام الرابع هو زي ما قلنا تو كنترول سيفير كونفولجن ديورنج الكترو كونفولزيف ثيرابي. احيانا العيانين، انتوا شفتوا الفيلم بتاع خلي بالك من عقلك بتاع عادل امام لما كانوا بيحطوه على جلسات الكهرباء، الناس اللي بيبقى عندها مانيا او هلاوس تخيلات، الحاجات دي احيانا بتبقى سيفير قوي لدرجه ان انا مضطر اعملها جلسات كهرباء. جلسات الكهرباء دي بقى بتعمل سيفير كونفولجن، بتعمل سيفير كونفولجن بالجسم، تشنجات جامده جدا. كونفولجن يعني تشنجات، تشنجات جامده جدا في الجسم. اتغلب عليها ازاي؟ اشوف شو عيني بيبقوا خايفين، ببقى خايف يقطع لسانه، وشوفوا شوفوا كتر الكونفولجن اللي بتبقى موجوده عنده في الحاله دي. فبنقوم عاملين لهم نيورو ماسكولار بلوكر عشان خايفه عليه يتاذي، ياذي عضلاته، ياذي اللي يقطع لسانه، دي بتبقى فيها مشكله كبيره جدا. طيب هنبدا نتكلم عنهم تاني، عشان قلت لك، عشان كده قلت لك لو انت الميكانيزم ما كانتش دخلت في دماغك قوي هنقولها تاني، وهبان بقى ان شاء الله، ان شاء الله اوضح واكتر باذن الله. طيب نتكلم ايه دلوقتي بقى عن الكومبيتيتيف نون ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر. احنا قسمنا النيورو ماسكولار بلوكر لحتتين، حاجتين، كومبيتيتيف نون ديبولارايزنج من اسمها كومبيت مع الاستايكولين على الريسبتور، ومفيش اي نوع من انواع الاستيميوليشن. خلاص فهمنا بقى؟ ماشي. اول واحد في هذه المجموعه الدي تيوبو كورارين، او بالاختصار كده احيانا بنسميه الكوراري، واسمه اصلا الدي تيوبو كورارين، احيانا نسميه الكوراري. التسميه دي جت من ايه؟ الانديان امريكان او الامريكان انديانز زمان بقى، اللي هو الهنود الحمر والحاجات دي، كانوا يعني العلماء بداوا ياخدوا بالهم ان هما كانوا بيجوا يصطادوا بعض الحيوانات، يقوموا يعملوا اسهم كده، اسهم بتاعتهم دي يغمسوها في نبات عندهم
مش في النبات نفسه، يعملوا منقوع من النبات ده ويغمسوا فيه الاسهم ويرموها على الانيمال، كانت الانيمال دي تتخدر بعد شويه وتقوم واقعه، ما تموتش لان طبعا مش هياكلوها ميته، وفي نفس الوقت ما تجريش يعرفوا يمسكوها ويذبحوها وايه وياكلوها. فبداوا العلماء ياخدوا الماده دي ويشوفوها، وجدوا ان فيها اكتيف انجريدينت الكالويد اسمه ديتيوبوكورارين. ديتيوبوكورارين صنعوا منه بقى الكوراري اللي احنا بنتكلم عنه اهو، اللي هو الديتيوبوكورارين. الكوراري ده بقى ده هي اسم النبات، اسم النبات الموجود اصلا، فعشان كده اختصارا بيستخدموا الدواء على اسم النبات، لكن الدواء اصلا اسمه الديتيوبوكورارين. طيب انا حاطه الرسمه دي ليه؟ انت ما عليكش رسومات هنا على فكره، بس عشان اقول لك ان فيها نيتروجين اتوم، والنيتروجين اتوم دي واخده تشارج، يعني اسمها حاجه اسمها كواترنري كومباوند، كواترنري امونيوم، امونيوم يعني في نيتروجين جروب، كواترنري امونيوم جروب. فاكر كده ارجع للجنرال زمان لما كنا بنقول ان اي حاجه كواترنري عليها شحنه ما بتمتصش اورال وما تعديش البراد برين بارير، يبقى عشان كده الكواترنري كومباوند يبقى بيتاخد بارنترال ونوت ابزوربت اورال، نوت باص السي ان البراد برين بارير ونص ان اس افكت، الثلاث سطور اللي فوق دول كلهم مرتبطين بكونها كواترنري امونيوم كومباوند عليها شحنه، امونيا ما تعديش البلاد برين، مش عشان الامونيا عشان فيها نيتروجين جروب، ما تعديش البلاد برين بارير، ما تمتصش اورال، ما تعديش الممبرينز اصلا. طيب رابيد اونست ووراها على طول شورت ديوريشن، معظم الحاجات اللي بتبدا بتبقى رابيد اونست بتبقى شورت ديوريشن، الديوريشن بتاعتها من 30 ل 60 دقيقه. وعايز اقول لك ان ده كافي، يعني بالنسبه للنيورو ماسكولار بلوك ده يكفيني، يعني ده مش ما يعتبرش شورت ديوريشن، ده معقول. ما علينا، المهم ان هي رابد اونست وديوريشن من 30 ل 60 دقيقه من لي اكسكريتد ان يورين، برضو على فكره عشان هي كواترنري، ما الكواترنري ده ما بيعرفش يعدي خلايا الليفر ويتكسر، فهي من لي اكسكريتد في اليورين. طيب بيشتغل ازاي؟ ها انا مش هتكلم، بيشتغل ازاي؟ كومبيت مع الاستايكولين على النيكوتينيك ريسبتور في الموتور اند بليت او في النيورو ماسكولار جانكشن، صح؟ ما هي كومبيتيتيف نون ديبولارايزنج بلوكر، يبقى بتتنافس مع الاسايكولين على النيكوتينيك ريسبتور في الحته بتاعته، بس فيها حاجتين طلعوا غصب عني. يعني هو انا خدت المركب من الطبيعه، المركب ده جاي من الطبيعه، فطلع فيها حاجتين كمان غصب عني. ويك جانجليون بلوكر. الله، تعالى كده نفتكر قصه الجانجليا. ايه قصه الجانجليا؟ فاكرين الجانجليا؟ انا عندي سمباثيتك وبارا سمباثيتك جانجليا، واتفقنا ان كل الريسبتورز اللي موجوده في سواء سمباثيتك جانجليا او بارا سمباثيتك جانجليا هي ايه؟ اسيتايلكولين نيكوتينيك ريسبتور ان ان. هو بقى بيعمل لها بلوكينج، هو بيعمل لها بلوكينج. طب ايه يعني لما يعمل بلوكينج؟ لا ده الجانجليون بلوكينج دول يقوموا عاملين لي ديكريز في كل الترانسميترز اللي في الجسم اللي تعنيني وانا بعمل العمليه الهايبوتنشن، عشان العيان في اثناء العمليه بيبقى معرض لهايبوتنشن جامد من الانستيزيات ومن الحاجات اللي انت بتديها له. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ فاكرين لما كنا بنقول ان معظم الاورجانز اللي في الجسم، معظم اعضاء الجسم واخده ديوال سبلاي، يعني واخده حاجتين، واخده السمباثيتك والبارا سمباثيتك، معظمهم واخدين الحاجتين السمباثيتك والبارا سمباثيتك، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق ابر هاند، يعني هو اللي له اليد العليا، سمباثيتك في بعض الاماكن والبارا سمباثيتك له اليد العليا في اماكن تانية. زي ايه مثلا؟ زي ما كنا بنقول ان الهارت والبلاد فيسلز اليد العليا عليه هي سمباثيتك، لكن في برضه بارا سمباثيتك سبلاي، لكن الاقوى هو السمباثيتك والبارا سمباثيتك، هو اسف السمباثيتك على الهارت والايه والبلاد فيسلز. وعلى العكس مثلا الجي اي تي كنا بنقول فيه سمباثيتك وبارا سمباثيتك سبلاي، ولكن الاقوى هو الايه؟ البارا سمباثيتك. فهنا الاقوى على البلاد فيسلز اللي تهمني بقى، انا قلت لك ان الضغط يهمني قوي اثناء العمليه، هنا الاقوى على البلاد فيسلز ايه؟ السمباثيتك. طب لما اقفل الجانجليا البلاد فيسل يحصل له ايه؟ لما اقفل الجنجل يبقى مش هيوصل لي الادرينالين والنور ادرينالين على البلاد فيسلز، يبقى مش هيبقى فيه تحكم في الضغط، يبقى هيبقى فيه هايبو تنشن، يبقى هيبقى فيه هايبو تنشن. يبقى عرفت بقى ان لما يبقى له جانجليون بلوكر يقوم يديني هايبو تنشن، وده مشكله لانه بيزود لي الهايبو تنشن اللي بيحصل في اثناء العمليه. طيب خلي بالك ان هو ويك، انا حاطه لك عليها ويك بس له، ما اقدرش اقول ملوش. طيب هيستامين ريليز ومودريت يعني اكتر شويه، ده دول مش اكشن على فكره، ده هما دول طلعوا مني، هو ده مركب انا جبته من الطبيعه طلع فيه كده،
لكن طلع فيه الحته اللي انا مستفيد منها. طب ايه المشكله انه هيعمل لي هيستامين ريليز؟ ارجع بذهنك كده لمحاضره الهيستامين في الترم الاولاني وانا اللي اديتها على فكره ان شاء الله. يعني الهيستامين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل لي 3 مشاكل: فازو دايلاتيشن على البلاد فيسلز، وبرونكو كونستريكشن، وطبعا معروفه ان العين اللي عنده ازمه اكتر حاجه تعمل له مشكله الايه؟ الهيستامين. ويعمل لي الرجي، حساسيات في كل حته قد تصل الى الانافلاكسز، وعشان كده بعالج الانافلاكسس بالانتي هيستامينك. ده كلام قديم بقى. طيب المهم بقى، من الحاجات دي كلها انا هطلع بكل الكلام ان شاء الله اللي جاي على الكوراري والجانجليون بلوكر. يبقى انا اكيد في الادفيرس افكت هقول هايبوتنشن، وعشان كده طلعت جنريشن تاني عشان ما يبقاش فيها النقطه دي. هيستامين ريليز يبقى انا هقول بيعمل برضو هايبوتنشن، وبيعمل الرجي، وبيعمل برونكو كونستريكشن، يعني بيضيق الايه؟ البرونكاي، لانه فيه هيستامين. وهقول الكونترا انديكيشن ان انا ادي لعيان برونكيا الازمه او عنده الرجي. يبقى انا استفدت من ايه؟ من كل كلمه اتقالت. طيب ادي قصه الجنجلي، هو جنجليون بلوكر، ما تنساش هو ويك جنجليون بلوكر. ده بقى الشكل تقريبا. هو ليه بقى بيعمل كومبيتيشن مع الاسيتايل كولين؟ لان شكله كده، بصوا شايف ده الريسبتور اهو على النيورو ماسكولار جانكشن، ده الريسبتور اهو نوتشت كده بشكل نص دايره، لان الاسيتايل كولين طبعا هو دي يعني ايه دي رسمه تقريبيه، لان الاسيتايل كولين هو اللي فت على الدايره دي. هو بقى بيبقى فيه جزء شبيه كده بالاسيتايل كولين في تركيبه الكيميائي والباقي مش شكله، فلما يجي يمسك على ريسبتور ما يقدرش يفتح الصوديوم لان هو مش اسيتايل كولين، وهو غتت بقى كومبيتيتف، بيعرف بالنوتش دي يمسك في الريسبتور، فبيمسك فيها ويمنع فتحه الصوديوم اتشانل. طيب كومبيتيتف دي بتفيدني بحاجه، ان انا اقدر الغي الاكشن بتاعه، وده كلام عارفينه برده من الجنرال، ان لما يبقى كومبيتيتف بلوكر او كومبيتيتف انتاجونست اعرف الغي الاكشن بتاعه بزياده الاجونست. يعني اديت يوبوكولارين ده كومبيت مع الاسيتايل كولين على الريسبتور ده، وبيبقى محسوب الدوز، انا بدي الجرعه اللي تقدر تنيم لي المصل في اثناء العمليه بحيث انها تغلب الاسيتايل كولين. طب لما عاوز بقى اشيلها ازود الاسيتايل كولين، يقوم الاسيتايل كولين يطردها لانه ايه؟ كومبيتيتف على الريسبتور. اهو المنظر اهو، ما تنساهوش ان شاء الله. مش عارف يفتح ايه الصوديوم تشانل، اغلبه ازاي واشيله واشيل البلوكينج بتاعه، وان انا ازود الايه؟ الاسيتايل كولين، وهنقول ازاي ان شاء الله. طيب الاكشنز بقى اللي بيعملها ايه؟ الاكشنز اللي بيعملها ايه على السكيليتال ماسل؟ ترجم اللي فات بقى، الحاجات اللي فاتت دي اللي هو البلوكينج على نيورو ماسكولار جانكشن والهيستامين ريليز والجانجليون بلوكينج افكت، تعالى نترجمها على اكشن بقى هيحصل ايه. كوراري كوز سكيليتال ماسل باراليسيس، ماشي، ما هو بلوك النيورو ماسكولار جانكشن او نوتر اند بليت عشان بيتنافس مع الاستايل كولين. الحته دي في غايه الاهميه، له سيكونس معين في الباراليسيس اللي بيعمله في العضلات، له سيكونس معين للباراليسيس اللي بيعمله العضلات. هستفيد بها ايه دي؟ طب قبل ما نقول يهمني اعرفها ايه، بنقول الاوردر نفسه ايه. هو بيعمل باراليسيس في نيورو ماسكولار جانكشن، اكيد اول حاجه هياثر عليها ايه؟ السمول رابيدلي كونتراكتنج، العضلات الصغيره اللي بتكونتراكت بسرعه، لان هي دي بتشتغل بسرعه هتتاثر بسرعه، اللي هي في الايه؟ في الاي في الاول، تلاقي الماسلز اللي في الاي ليد، وبعدين الفيس، الفينجرز، والنك، وبعدين المصل في الليمبس والترانك، واخر حاجه دي رحمه من ربنا الانتركوستال المصل والدايفرام، دول بتوع الايه؟ الريسبيريشن، بتوع التنفس. وعشان كده الريكفري يعني بيخف بقى منه، ما هو الدواء لما هيتكسر هيمشي. يخف منه ازاي؟ في الريفيرس دايركشن. في الريفيرس دايركشن يعني تخف الاول الانتركوستال ماسل والدايفرام، وبعد كده الليمبس والترانك، وبعد كده الماسل الصغيره اللي ما تهمنيش قوي. مش ما تهمنيش طبعا، كل حاجه مهمه، بس انا اقصد ان الاهم في هذه الحاله ان احافظ على الانتركوستال ماسل والدايفرام. يبقى اول حاجه يحصل لها باراليسز لسمول رابيدلي كونتراكتنج ماسل، اللي دايما الحاجات اللي عليها خط دي انا عاوزاها ومهمه جدا. يبقى سمول رابيدلي كونتراكتنج ماسل في الاي، في الفيس، في الفينجر، في النك، رقم 1. رقم 2 الليمبس والترانك. رقم 3 الانتركوستال ماسل والدايفرام. طب يخف ازاي بقى ويفوق من البنج ده ازاي، او من التاثير ده ازاي؟ في الريفرس دايركشن، الانتركوستال ماسل والدايفرام الاول، وبعدين الليمبس والترانك، وبعدين الماسلز الصغيره اللي في الاخر. طيب ده يفيدني ايه؟ ابقى عارفه في العمليه، انت لو دخلت على واحد مثلا وشفت التخدير بيدي حاجه انت مش عارف هي ايه، ابتدي اشوف الايه؟ المسلز، شفتها الاول مفيش بتبتدي يحصل المسل الصغيره، وبعد كده الليمبس والترانك، وبعد كده خلاص ريلاكست خالص، يبقى خلاص انا عارف دلوقتي ان هو بيديله حاجه من مشتقات هذه العيله. وليه انا قلت حاجه من مشتقات هذه العيله؟ لان في حقيقه الامر الديت يوبو كولارين او الكولاري ما عادش بيستخدم علشان الجانجليون بلوكينج افكت، وعلشان الهيستامين ريليز افكت. طيب
عرفنا الريكفري في الريفرس اوردر ليه؟ علشان يهمني قوي ان انا انقذ الانتركوستال ماسل والديافرام، الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز، والانتركوستال ماسل زي العضلات الصغيره اللي ما بين الضلوع، دول اللي بتوع التنفس، فيهموني قوي ان انا انقذهم في الاول. طيب بقيه الاكشن كارديو فاسكولار هايبوتنشن ليه؟ ها ليه انا مش هفسره ليه؟ ها ايوه صح، والجانجليون بلوكينج هيقفل الجانجليا سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك، قلنا التون على البلاد فيسلز واهم حاجه فيه هو السيمباثيتك، قفلتها هيعمل هايبوتنشن، لان السيمباثيتك بيعمل فاسكولارستريكشن المين افكت بتاعه على البلاد فيسل المين. طيب وهيستامين ريليس فبيعمل برضه هايبوتنشن وبيقلل الفينس ريتيرن. ايه قصه الفينس ريتيرن؟ عارف الفينس ريتيرن ده يعني ايه؟ فينس ريتيرن يعني عوده الدم للقلب، ما هو الدم بيضخ، القلب بيضخ الدم في الجسم ويرجع الدم ده يرجع له تاني. طيب رجوع الدم للقلب احد العوامل المهمه اللي بتتحكم في ايه؟ انقباض العضلات، انقباض العضلات بتاعت الرجلين واللور ليمبس والبارت بتاع اللور ليمب بتقوم مرجعاها على القلب، ده الفينس ريتيرن، رجعت الدم جزء كبير منه نتيجه لانقباض العضلات. طب ما عنديش عضلات وفي باراليسز، يبقى الفينس ريتيرن هيقل، يبقى الدم اللي رايح للقلب هيقل، يبقى اللي هيضخه القلب هيبقى قليل، ما هو اللي رجع له قليل يبقى هيضخه قليل، اللي هيضخه ده اللي هو الايه؟ الكاردياك اوت بوت، يبقى الكاردياك اوت بوت هيبقى قليل، وطالما الضخ هيبقى قليل اللي ماشي في الفينز هيبقى قليل، يبقى ده كل ده يعمل لي ايه؟ هايبوتنشن. يبقى ديكريز الفينس ريتيرن، الفينوس ريتيرن هو الدم اللي راجع للقلب از ا ريزلت اوف ماسل باراليسز. ليه الماسل باراليسز؟ الماسل الكونتراكشن بتاعها هو اللي كان بيساعد على رجوع الدم للقلب، وبالتالي الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب هيبقى قليل، فبالتالي الكاردياك اوت بوت كمان اللي خارج من القلب هيبقى قليل، كل دي عوامل تؤدي الى الهايبوتنشن. شورت اي سي كويتشن، ده ممكن يجي شورت اي سي كويتشن، ايه هي اسباب الهايبوتنشن مع الكوراري او الديتيوب كوراري؟ والجانجليون بلوكينج، هيستامين ريليز، ديكريز الفينوس ريتيرن نتيجه للباراليسز اللي حصل في الماسل. طيب طب ايه الادفيرس افكت؟ مش هتكلم انا بقى خلاص، انا مش هتكلم. هايبوتنشن صح، لان الجانجليون بلوكينج افكت والهستامين ريليز بيعملوا لي كده، ولسه قايلين كمان الديكريز الفينس ريتر. برونكوس بازم ليه؟ هستامين ريليز، برافو. الرجي ليه؟ هستامين ريليز، اكسلنت. طب ليه الابنيه بقى؟ يعني ايه ابنيه اصلا؟ كوراري ابنيه، ابنيه يعني مش المسلز بتاعت التنفس وقفت ومش عارف يتنفس، ده من الاوفر دوز بقى، يعني الدوز كانت كبيره، احنا قلنا الدوز دي بتبقى محسوبه بحيث انها توقف لي العضلات لكن بتاعت المسل احافظ عليها، الا اذا بقى كنت عايزه ميكانيكال فنتليشن او عايزه حاجه اصلا توقف عضلات الايه؟ التنفس. فلو زادت الدوز قوي وانا ما عرفتش ارجعها، او زادت الدوز والديوريشن كان كبير جدا، دخلت في ديس. الديس بقى من الاوفر دوز سببه ايه؟ باراليسيس في الريسبيراتوري ماسل، يقوم يدخلي في كوراري ابنيه، يعني ما فيش تنفس، ابنيه يعني توقف التنفس، وده كوز اوف ديس من الاوفر دوز وسببه باراليسيس في الريسبيراتوري ماسل. طيب ازاي اعالج التوكسيستي؟ ازاي اعالج التوكسيستي اللي بتحصل منه؟ رقم واحد، ده ابنيه مفيش تنفس، ريسبيراتوري ماسل فيها مشكله، انقذ الريسبيريشن، ارتفيشال ريسبيريشن، حطه على جهاز تنفس صناعي يدخل اكسجين ويخرج كربون دايوكسيد، العضلات واقفه مفيش حاجه هتعمل له تنفس، يبقى ارتفيشال ريسبيريشن، جهاز تنفس صناعي على طول، واكسجين اندر بريشر عشان اعرف اضغطه جوه الجسم، اكسجين اندر بريشر ده لكل العيانين اللي ممكن تخش فيه الابنيه. طب رقم اتنين بقى، دواء بقى، انا قلت لك هو كومبيتيتيف على الريسبتور مع الاسيتايل كولين، يعني لو زودت الاسيتايل كولين على الريسبتور هيطرده، هيزيحه من مكانه كده، هيشيله ويمسك هو ويعمل لي ماسل كونتراكشن. طيب ازود الليفل بتاع الاسيتايل كولين ازاي؟ احقن اسيتايل كولين. لا يا عم انا لسه قايله لك الاسيتايل كولين ده ما بحقنوش، مفيش عندي دواء اسمه اسيتايل كولين اصلا، ده بيتكسر بسرعه مش هيلحق يوصل له، هيتكسر بسرعه مش هيلحق اصلا يوصل للموتور اند بليت. طيب فكروا بقى، انا مش لسه قايله لك ان الموتور اند بليد ده او النيورو ماسكولار جانكشن مليان كولين ستريز انزايم بيكسر الاسايل كولين؟ اه طب ما هو انا ممكن، وعشان كده عمر الاسايل كولين عند النيورو ماسكولار جانكشن قليل، طب ما ادي كولين ستريز انهبيتور، حاجه تعمل انهبيشن للكولين ستريز انزايم، يقوم الاسيتايل كولين مش هيتكسر بسرعه، بعد ما كانت عمره دقيقه او اقل من دقيقه، دقيقه ونص، هيزيد عمره شويه وبالتالي الكونسنتريشن بتاعه هيزيد شويه، هيقدر يطرد الدي تيوب كورارين على الاقل من معظم الريسبتورز. وفعلا بندي في الحاله دي فعلا كولين ستريز انهبيتور او انتي كولين ستريز، انتي كولين ستريز يعني ضد الكولين ستريز انزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، او كولين ستريز انهبيتور يعني انهبيت الكولين ستريز انزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، ده اللي هو ايه؟ النيوستجمين. سؤال مهم جدا 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 في الام سي كيو، انا بدي النيوستجمين ده لوحده، طب هو ايه المشكله ان انا اديه لوحده؟
ماشي. ما هو النيستوجمين ده انتي كولين ستريز، يعني هيعمل انهيبيشن على الكولين ستريز انزيم في كل الجسم، يعني هيخلي الاسيتايل كولين يزيد في كل الجسم، ممكن يعمل لي برادي كارديا على الهارت، ممكن يعمل لي مشاكل كتيره جدا، يعمل لي برونكوس بازم، فانا مش عايزه يزيد بهذه الطريقه. طيب اقوم ادي معاه ايه؟ ادي اتروبين. برافو. ليه الاتروبين؟ عشان اقفل الماسكارينيك افكت بتاع الاستايكولين، انا مش عايزه، انا عايز النيكوتينيك افكت بس على المصل، وكل ما استخدمت حاجه لوكالايزد كل ما كان احسن، وما عنديش حاجه لوكالايزد اقدر اديها الا الانتي كولين ستريز، علشان هو اصلا اكتر حته فيها كولين ستريز النيورو ماسكولار جانكشن، فعشان كده انا اخترت النيوستجمين، وهو اكتر على العضلات، ما خدتش الفايزوستجمين، ما بيعديش البلاد برين بارير. طيب انا خدت النيوستجمين هيعمل انهيبيشن على الكولين ستريز اللي عند النيورو ماسكولار جانكشن، طيب ما في ادفيرس افكت تانية بريفرال في الجسم كله انا مش عاوزها، طب هدي معاه الاتروبين. برافو عليك. يبقى اول سؤال، الحته دي فيها 3000 سؤال، السؤال الاولاني اعكس الافكت بتاع الكوراري على العضلات ازاي؟ بالنيوستجمين او الانتي كولين ستريز. طيب ده اول سؤال. تاني حاجه اديه لوحده؟ لا، بخاف من البريفرال افكت بتاعه، فبدي معاه بريفرال بلوكر على الماسكارينك ريسبتور اللي انا مش محتاجها، فبدي معاه اتروبين. السؤال الثالث اللي في غايه الاهميه، بديهم الاثنين مع بعض ولا بدي واحد قبل التاني؟ لا طيب بديهم الاثنين في نفس الوقت ولا واحد قبل التاني؟ لا، ما اقدرش اديهم الاثنين في نفس الوقت. ليه بقى؟ تعالى نرجع شويه كده. الاتروبين في البدايه اول ما بناخده بيقوم عامل شويه برادي كارديا، ده انت خدتها في الاتروبين بقى، وبعدين يقلب بقى بالتاكي كارديا. هو اصلا بيعمل تاكي كارديا، يعني هو التصنيفه بتاعته دراج بيعمل تاكي كارديا، لكن اول ما بيتاخد كده الاول بيعمل شويه فيجاس ستيميوليشن ويقوم عامل برادي كارديا. طب والنيوستجمين بيعمل ايه؟ النيوستجمين اصلا بيعمل برادي كارديا، ده بارا سمباثيك دراج. طيب لو اديتهم الاثنين في نفس الوقت هتعمل لي برادي كارديا سيفير جدا، فانا بدي الاتروبين الاول عشان يخلص حته البرادي كارديا بتاعته ويبتدي يخش في التاكي كارديا. اول ما يخش في التاكي كارديا اقوم مدي النيوستجمين على طول، يبقى انا افويدد ان الاثنين يعملوا لي مع بعض برادي كارديا وتبقى البرادي كارديا جامده، وفي نفس الوقت استفدت. يبقى الحته دي في غايه الاهميه، هركز عليها تاني عشان الحته دي في غايه الاهميه، فانا هقولها تاني. التريتمنت بتاعته ارتفيشال ريسبيريشن واكسجين عشان سبورت العضلات التنفس، خلاص خلصت. رقم اتنين عشان اريفرس الافكت بتاعه، عشان هو كومبيتيتيف بلوكر هحط انا حاجه تزود الاستايل كولين، قلت ما اقدرش احط الاستايل كولين نفسه، هاخد ايه؟ اكتر مشكله عندي هنا في الحته دي هي الكولين ستريز انزيم، يبقى انا هاخد دواء اجينست الكولين ستريز انزيم اللي هو النيوستجمين، والنيوستجمين كمان سبيسيفيك على العضلات على السكليتال ماسل. طيب حلو قوي، يبقى انا هاخد النيوستجمين اديه لوحده؟ لا، عندي افكت على الماسكارينيك ريسبتور انا مش محتاجه، او مادي معاه اتروبين. السؤال الثالث والمهم، وكل دي مواضع اسئله ام سي كيو على فكره، ادي مين فيهم الاول؟ ادي النيوستجمين الاول يعمل البرادي كارديا وبعدين اخش الاتروبين في البدايه برادي كارديا ويقلب تاكي كارديا؟ لا، ما انا هدخل العيان في ماركت برادي كارديا يمكن يموت مني، ده العيان ده متدهول اصلا، يبقى لازم ادي الاول الاتروبين يقعد شويه مينتس لحد ما يتقلب تاكي كارديا، اقوم مديها النيوستجمين على طول عشان افويد الماركت برادي كارديا. اهي نيوستجمين برسيدت يعني قبليه على طول فيو مينتس باي اتروبين، ليه؟ تو افويد الماركت برادي كارديا اللي الانيشيال اتروبين بيعملها، تيجي مع البرادي كارديا بتاعت النيوستجمين وتعمل لي مشكله كبيره. طيب ايه الكونترا اندكيشن؟ مش هتكلم، انا مش هتكلم. برونكيال ازمه، ها ليه؟ هيستامين ريليز، خلي بالك. برينال ديزيز، ليه؟ لانه توتالي اكسكريتد من الكدني، مش هو كواترنري ما بيتكسرش في الليفر، في الليفر خالص، توتالي اكسكريتد من الكدني. طب ايه المشكله؟ هيزيد الدوز ويعمل لي ابنيا ويموت. والالرجي عشان الهيستامين ريليز، والالرجي عشان الهيستامين ريليز، يبقى ده كونترا اندكيشن، العيان ده كونترا اندكيتد ان انا اديه فيه اصلا الكوراري او اديه تيوب كورارين. وعشان كده طلعوا جينيريشنز ثانيه، طلعوا في حقيقه الامر زي ما قلت لك الكوراري ده ما عادش بيستخدم، طلعوا حاجات ثانيه عشان انا عايزه افويد الحاجتين اللي ما لهمش مشكله، اللي قصدي مش لهمش عوزه، انا مش محتاجاهم، الجانجليون بلوكينج والهيستامين ريليز. اول واحد طلعوه هو الجلامين والفلاكس ديل، النهارده محاضره الايه؟ التلفزيون، محاضره التمثيليات. الجلامين والفلاكس دي اللي شاف فيكم التمثيليه بتاعت اوبرا عايده بتاعت يحيى الفخراني، هي قديمه شويه بس يعني ايه، اللي شافها فيكم كان كل 30 حلقه بيتكلموا على الجلامين والفلاكس ديل ده، روحوا بقى اتفرجوا عليها.
الجلامين والفلاكسيديل ده، ايه قصة الجلامين والفلاكسيديل ده بقى؟ ده واحد من الجينيريشنز اللي طلعت سنسيتك من الكوراري او الدي تيوبو كورارين. الاكشن بتاعها زيه بالظبط لان انا محتاجة الاكشن ده، بس للاسف طلع ان الاكتيفيتي بتاعته خمس الاكتيفيتي اضعف منه. ماليش دعوة بقى، انا عمالة اطلع جينيريشنز عشان افويد ايه؟ افويد الجانجليون بلوكنج اور هيستامين افكت، فطلع معايا الجلامين بس الافكت طلع ويكر شوية، بس معهوش جانجليون بلوكر ومعهوش هيستامين ريليز. بس نطلي عفريت تاني، ما انا ده وانا مصنعه بقى، نطلي عفريت ان هو ام 2 بلوكر بيقفل الام 2. فاكرين الام 2 دي موجوده فين؟ اه موجوده فين؟ اه دي موجوده في الهارت. طيب قفلتها بتعمل تاكي كارديا لان وجودها بيعمل برادي كارديا. قال لا ليه الكلمه دي؟ الرسمه اللي تحتها بقى تعال شوف. مش انا قلت لك لسه كنت بقول حالا ان انا عندي دول بلاد سبلاي في الجسم كله، معظم الاورجنز بتاعت الجسم رايح لها ما عدا اكسبشنات بس انت عارفها، معظم البلاد سبلاي في الجسم ده رايح لها، معظم الاورجنز في الجسم رايح لها دول سبلاي من السمباثيتك والباراسمباثيتك. مش انا بقول لك لسه ان معظم الاورجنز في الجسم بيروح لها دول بلاد سبلاي، دول نيرف سبلاي يعني دول سمباثيتك وباراسمباثيتك ما عدا الاورجنز اللي انت عارفها. طيب ولسه قايله لك حالا ان الهارت من الحاجات اللي رايح لها ايه؟ سمباثيتك وباراسمباثيتك. بس في ابر هاند، مين الابر هاند على الهارت؟ الابر هاند على الهارت طبعا السمباثيتك. طب لما هقفل الماسكارينك وانت بتظبط، يعني احنا ماشيين كلنا في دول سبلاي على الهارت سمباثيتك وبارا سمباثيتك، بس السمباثيتك هو اللي له الابر هاند، بس الهارت ريت متظبط لان في شويه بارا سمباثيتك معادلينه كده ومتظبطينه، ده الطبيعي اللي ماشي فينا. طب لما اقفل لك الماسكارينك الام 2 بقى اللي موجوده في الهارت، لا طبعا ده هيزيد، ده هيبقى واخد مش بس الابر هاند العادي، اكتر من العادي، لان احنا انت ماشي ان ايكوليبريم، توازن الهارت بتاعك فيه ماسكارينك ام 2 وفي بيتا 1 مينلي وشويه بيتا 2، ده نور ادرينالين شغال عليه كونتينوس، وده شويه استايل كولين كده طالعين بيظبطوه لي عشان ما يزيدش قوي. طب انا قفلته؟ لا هتبتدي التاكي كارديا تحصل. سبب التاكي كارديا هنا ام 2 بلوكر ام سي كيو. طيب تاني واحد، تالت واحد بقى طلع من العيله دي البانكرونيا. ما هو طبعا انا طلعت الجلامين طلع الاكتيفيتي بتاعته خمس، طب انا لسه ما وصلتش لواحد بقى بيرفكت عشان استخدمه، فطلعوا بانكرونيان. البانكرونيان بقى زيه بالظبط بس شوف الافكت بتاعه بقى، ست مرات ضعف الكوري، التاني كان خمس لكن اللي فضل برضه في كل خراب عفريت، فضل برضه بيعمل لي تاكي كارديا، بس التاكي كارديا هنا مختلفه سببها زياده الايه؟ نور ادرينالين ريليز. يبقى تالت واحد طلعناه في العيله هو البانكرونيوم زي الجلامين بالظبط، ولكن الافكت بتاعه 10 على 10 سترونجر، ست مرات ضعف الكوراري، لكن فضل العفريت اللي يقابلني التاكيكارديا، بس هنا التاكيكارديا سببها مختلف، زياده في النور ادرينالين ريليز على الهارت عملت التاكيكارديا. التاني كان الجلامين التاكيكارديا بتاعته سببها ايه؟ ماسكارينك بلوكر ام 2 بلوكر ام سي كيو، خلي بالك. طب نطلع تاني وانا لسه عندي ما فيش، ما وصلتش اهو لايه؟ لاحلى واحد فيهم. طلعوا بعد كده الاتراكريوم. الاتراكريوم الاتراكريوم ده تعالى يا عم، خلاص ما فيهوش جانجليون بلوكر 10 على 10، طيب غصب عني لسه فيه هيستامين ريليز بس قليل. ها دراج اوف تشويس في الهيباتيك والرينال ديزيز ام سي كيو فظيع. ليه بقى؟ معظم الادويه انت عارف يا تتكسر في الليفر وتتفرس بعد كده في الكدني، يا توتال رينال اكسكريشن زي ما قلنا على الكوراري. ده بقى قلنا اي حاجه فيها اكسبشن واول مره تسمعها مش هتسمعها تقريبا الا في منهج الفارما كله، لا في حاجه او حاجتين، يمكن السنه دي ما تسمعش الا هو ده. طبعا طالما حاجه غريبه يبقى موضوع سؤال. الاتراكريوم ده بيتكسر لوحده، يعني ايه لوحده؟ وجدوا ان في البي اتش بتاعت الجسم، البي اتش العاديه النيوترال بتاعت الجسم دي، هو لوحده كده ماشي بيتفكك لوحده سايب على نفسه كده، ومفاجاه مكسر نفسه بنفسه ويسيب مركباته تتكسر كده. اللي اكتشف القصه دي واحد اسمه هوفمان، عشان كده سمى التكسير بتاعه باسمه هوفمان اليمينيشن. طب حلو قوي زي الفل، يبقى ده دواء فيري امبورتنت في العيان اللي عنده هيباتيك ورينال ديزيز. لا هقعد ادور بقى على حاجه بعيد على الكلى، لا يطلع لي عفريت الليفر، الهيباتيك طبعا عارفين ان هو الكبد والرينال الكلى، مش هقعد ادور على حاجه بعيد عن العفريت ده ولا العفريت ده، ده اصلا بيكسر بنفسه بنفسه ما فيش اي مشكله. يبقى طبعا موضوع سؤال ام سي كيو ان هو هوفمان اليمينيشن بيكسر سبونتينيوس، شوف سبونتينيوس كده وهو ماشي في البي اتش بتاعت الجسم، وبالتالي اوف تشويس ده سؤال اهو ام سي كيو في الرينال، which one of the following is of choice in renal and hepatic disease؟ طبعا الاتراكريوم. الاتراكريوم طيب طلعوا تاني، هو بقى كل واحد عايز يطلع ايه افضل واحد، وقول انا بتاعي الافضل. طيب
الميفاكيوريام، الميفاكيوريام ده واحد منهم. انا عارفه معلش، اكتر حاجه بتتعبنا وبتضايقنا في الفارما هي الاسامي، ولكنها بتيجي والله مره واتنين وتلاته، تالت مره هتلاقي نفسك حفظته. اول مره هتسمع المحاضره، تاني مره هتقراها بالراحه، تالت مره هتذاكرها زي الفل، لما تيجي بقى تراجع عليها هتلاقيها ان شاء الله ثابته في مخك ما تقلقش. وطبعا رحمه من ربنا برضو بيكم المقاطع المشتركه، كيوريام اتراكريوم، الكلام ده كله بيخليك فاهم المجموعه دي موجوده فين. ما علينا، الميفاكيوريام ده مور بوتنت، خلي بالك ده مور بوتنت مش سترونجر، في فرق ما بين السترونج والبوتنسي. البوتنسي يعني بيشتغل في دوزس اقل، حلو قوي، يبقى اكيد الادفيرس افكت هتبقى اقل بكتير زي الفل. طيب هو 4 مرات مور بوتنت زي زانكوراري، وطبعا لانه هشتغل بسرعه في دوزس اقل يبقى الديورشن بتاعته هتبقى صغيره. نو جانجليون بلوكر، الله، مميزات تانية اهي. ويك هيستامين ريليس، كويس صحيح، لسه فيه بس كويس. ويك هيستامين ريليس، ميتابولايزد باي سودو كولين ستريس، الله، ام سي كيو، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، ده انا ما قلتش اي حاجه هنا. ميتابوليزم بانزيمز كمان له علاقه شويه بالباراسمباثيتك سيستم، فده اكسبشن، تيك كير. ام سي كيو، الميفاكيوريام ميتابولايزد بالسودو كولين ستريس انزيم. انت عارف طبعا درست ان في ترو كولين ستريز والسودو كولين ستريز واماكنهم. طيب الدواء السادس في المجموعه الروكيورونيوم، الروكيورونيوم، روكيورونيوم. طيب ايه اهم حاجه فيه؟ ذا موست رابيد اونست، ذا موست رابيد اونست، الحاجات الكاركترستك طبعا مهمه قوي. ذا موست رابيد اونست هيباتيك اليمينيشن، بيستخدم في السكسناي كولين في الاندوتراكير انهبيشن، ليه؟ عشان هو الموست رابيد اونست. خلاص ماشي. الفيكرونيوم بعد كده، فيكرونيوم ده هيباتيك اليمينيشن، هبص في حرف الفي اهو، هيباتيك ده الليفر، في برضو في، يبقى الفي في الفي، دي حاجه كده تسهيليه طبعا، دي مش ايه، مش الاساس يعني، بس عشان تفتكرها. يبقى الفيكرونيوم ده هيباتيك اليمينيشن، ملوش جانجلين بلوكينج ولا هيستامين ريليز ولا اتروبين لايك، زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. تبقى المشكله بس ان هو هيباتيك اليمينيشن، فلو العيان ده عنده هيباتيك ديزيز ما استخدمهوش. يبقى الفيكيورونيوم ما فيهوش اي حاجه، لا جانجليون بلوكينج ولا هيستامين ريليز ولا اتروبين لايك، يبقى 10 على 10. انا ليه هنا بقول اتروبين لايك؟ عشان عندي الماسكارينيك، ما تنساش الجلامين في اميتو بلوكينج، اميتو بلوكينج يعني اتروبين لايك. طيب ما تتوهش ان شاء الله هيجوا ما تقلقش. وده سلايد كده ملخصه للخمس فاهم الخمسه دراجز الموجودين في العيله دي، والازرز دي اهم الحاجات الموجوده في كل واحد فيهم. ان شاء الله الموضوع يبقى سهل باذن الله. طيب احنا كده نعتبر خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الكومبيتيتيف نون ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر. هنبتدي نتكلم عن الجزء الثاني اللي هم بقى العكس، ديبولارايزنج نون كومبيتيتيف، الميكانيزم مشروحه من الاسم. ما عنديش في الدواء ده، في العيله دي قصدي، الا دواء واحد بس، الا دواء واحد بس اللي هو الساكسينايل كولين، ساكسينايل كولين او اسمه سكساميسونيا، ما عنديش الا هو واحد بس الحمد لله. الباقي في العيله الاولانيه فيها 7، العيله دي ما فيهاش الا واحد بس. طبعا الاسامي بتضايقني، عشان كده الحمد لله رحمه من ربنا ان ما فيش الا واحد في العيله دي اللي هو الساكسينايل كولين، ساكساميسونيوم او ساكسينايل كولين. الله الله، ايه ايه القصه دي؟ خلاص انا حفظتها بقى يا عم، ده كواترناري كومباوند، ما يتاخدش اورال، يتاخد بالانجكشن او بالبارنترال، وما يعديش البلاد برين بارير وملوش سي ان اس افكت. اوكي انا حاطه لك الرسمه دي قلنا مش عشان تحفظها، عشان تبقى فاهم اهو، نوت اورال، ما عديش البلاد برين بارير. طيب ايه بقى القصه دي؟ كومبوزد اوف تو مولكيولز اوف اسيتايل كولين كونكتد باي ايثير لينكج. مش مهم لي التركيب الكيميائي قد ما انا عايزه اقول لك، لما هتشوف شكله حالا على الرسمه، هو جزيئين اتنين من الاسيتايل كولين مع بعض، شابكين من بعض، عشان كده سميناهم ساكسينايل كولين، كانوا بيسموهم سكسيسيف اسيتايل كولين، فتحول الاسم الى ساكسينايل كولين. من الاسم كده سكسيسيف اتنين اسيتايل كولين، هم بدل ما هو الاسيتايل كولين جزيء واحد، دول جزئين لازقين في بعض. طيب يجوا يشتغلوا على النيورو ماسكولار جانكشن، اه ما هم فيهم اسيتايل كولين سيكونس، فهيشتغل، لكن مش هو الاسيتايل كولين، فهيجي المصل التشانل في الاول هتضحك عليها وتفتح، لكن بعد كده هتحس اني مش ده بتاع اللي بيمسك عندي ويفتح، فهتتحول الى بلوك، وده اللي هنقوله. طيب يبقى هو عباره عن اتنين مولكيولز من الاسيتايل كولين، كواترنري ما يعديش البلاد برين بارير وما ممتصش، شورت اكتنج، ودي ميزه كبيره جدا فيه، فعشان كده معظم العمليات الصغيره
او الحاجات اللي انا بحتاجها لفترات صغيره زي الاندوتراكيال انتيوبيشن كده، انا مش محتاجه عشان اركب تيوب، مش محتاجه الا حبه صغيرين، دخلت التيوب خلاص، انا مشكلتي ان انا ما اعورش الحاجات اللي فوق. طب دخلتها خلاص يا عم، مش محتاجه. طيب ميثابولايزد باي السودو كولين ستريس. الله الله الله، ده انا لسه قايله حالا السودو كولين ستريس ده، وهو مش موجود كتير في اسماء ميتابوليزم وفي ادويه، عشان كده دي سايت اوف ام اس كيو. قلتها فين؟ قلتها في الميفاكرونيوم، ما تنساش اهو، قلتها في الميفاكرونيوم ان هو ميتابولايزد بالسودو كولين ستريس انزيم، وده تاني واحد اهو ميتابولايزد بالسودو كولين ستريس انزيم. بس تيك كير، السودو كولين ستريس ده موجود عند النيورو ماسكولار جانكشن؟ لا، انا ما عنديش سودو، ده انا عندي ترو كولين ستريس. السودو ده في الليفر في البلازما، لكن ما عنديش عند الاند بليت عند النيورو ماسكولار جانكشن سودو كولين ستريس. حطها حلقه في ودنك دي. طيب فهو بيتكسر سودو كولين ستريس في خطوتين، الخطوه الاولانيه ساكسينايل مونوكولين، والخطوه الثانيه تحول الى ساكسينيك اسيد وكولين. ودي السلايد اللي بعد كده اهي عشان تبقى الصوره اوضح. ساكسينايل كولين بالسودو كولين ستريس هيتحول الى ساكسينايل مونوكولين، وبالبلازما كولين ستريس تحول الى ساكسينيك اسيد وكولين. يعني في الفكه الاولانيه بيطلع كولينايه، وبعد كده الفكه الثانيه تطلع كولينايه. طيب ايه الشكل ده؟ بص شوف الرسمه، ده الاسيتايل كولين العادي والكونتراكشن على المصل والديبولاريزيشن اللي بيحصل. شوف شكل الاسيتايل كولين كانه ايه؟ مربع واحد. طيب الساكسينايل كولين اهو، بص اتنين مربع، ما هم اتنين جزيء من الاسيتايل كولين، فبيمسكوا في الريسبتور ويعملوا لي ديبولاريزيشن، من اسمهم ديبولارايزنج بلوكر. طب عرفت ليه بيعمل ديبولاريزيشن؟ لانهم في اول ماسكه على الريسبتور بيحسهم الريسبتور كانهم اسيتايل كولين، لان هما اتنين جزيء من اسيتايل كولين، فبيمسكوا ويعملوا ديبولاريزيشن. بس ارجع كده للميكانيزم اللي كانت في الاول، هل هذا الكونتراكشن كونتراكشن بصحيح؟ لا، حاجه اسمها فاسيكيوليشن، ديس اورجانيزد كونتراكشن، كونتراكشن مش منظم. ليه مش منظم؟ لانه مش اسيتايل كولين، مش اللي العضله متعوده عليه عشان تاخده وتنقبض، ده حاجه ثانيه. ليه بقى؟ طب ايه المشكله وعماله تتكي على الفاسيكيوليشن دي؟ لان الديس اورجانيزد كونتراكشن او الفاسيكيوليشن ده بيبوظ حاجات في العضله، بيموت اجزاء في العضله، وده مشكله. طيب تعالى نكمل بقى، نعمل بص هنا، ده الاسيتايل كولين اللي احنا الرسمه اللي حفظناها بقى، الموتور اند بليت اهو، بيجي يمسك في الايون تشانل، الصوديوم ايون تشانل كده، يعمل لها ايه؟ ستيموليشن، ويعمل دخل صوديوم، ويعمل ماسل كونتراكشن، خلاص مفيش مشكله خالص، ودي بولاريزيشن اهو. وعشان هو الاسيتايل كولين اللي بيتكسر بالكولين ستريز انزيم اللي عندي، الترو كولين ستريز اللي عندي في الموتور اند بليت، بيقوم يتكسر متشال، والماسل فايبرز ترجع اهي كويسه جدا، مفيش فيها اي مشكله، يحصل لها ريبولاريزيشن، يعني يتشال كل الديبولاريزيشن وتتظبط الايونز فيها تاني، خدتها في الفسيولوجي، وبعد كده يرجع يمسك تاني اسيتايل كولين تاني، ويشتغل تاني ويعمل كونتراكشن ويسيب وهكذا، وبالتالي بيديني اكشن بوتنشال محترم اهو، كونتراكشن وبعد الكونتراكشن ريلاكسيشن، والعضله تبقى كويسه جدا، تقدر ريسبوند للستيمولاي ويطلع تاني وهكذا. طيب ده العادي بقى الطبيعي بتاع العضله. طب تعالى شوف الساكسينايل كولين اللي هو اتنين اسيتايل كولين مع بعض، هي ريكوجنايزد بالريسبتور على انه اسيتايل كولين، ما هو في السيكونس بتاع اسيتايل كولين اللي بيمسك في الريسبتور، ماشي يا عم هيمسك، والريسبتور هيكمل خداع، مخدوع مضحوك عليه، هيفكره اسيتايل كولين فيعمل ديبولاريزيشن بس مش زي التاني، فبنسميها فاسيكيوليشن، ديس اورجانيزد كونتراكشن، فاسيكيوليشن زي رعشه كده في المصل. طيب اوكي ماشي يا عم، عمل شويه ويف كده من الكونتراكشن وهو ماسك، بيتكسر بايه الساكسينايل كولين؟ سودو كولين ستريز. انا عندي عند الموتور اند بليت ايه؟ ترو كولين ستريس، ما عنديش سودو. الله يا عم ده مش هيتكسر، يبقى ده معنى كده انه قاعد لك شويه. طيب قاعد شويه، الله افتكر، فاكر اللي قلت لك الجمله اللي قلت لك مهمه جدا، ان اي حد قاعد شويه ومكمل هيقلب بباراليسز وبلوك، وده اللي بيحصل فعلا. ده الاسيتايل كولين ذات نفسه اللي هو بتاع المكان، لو فضل قاعد لاي سبب والدوز بتاعته عاليه ممكن يقلب بباراليسز، بس مش هيقدر يقعد عشان عندي ترو كولين ستريس بيكسره، لكن هنا ما عنديش سودو فبيفضل قاعد، الريسبتور اندحك عليه في الاول وفكره اسيتايل كولين، وقام عامل الفاسيكيوليشن او شويه الكونتراكشن اللي حصل ده، وبعدين النتيجه لان هو مش اسيتايل كولين ففضل لازق في الريسبتور. فاكر لما كنت بقول لك الساعه اول ما بتلبسها بتحس بيها، وعشان افضل حاسس بيها الحق والبسها تاني؟ ما هو عشان الريسبتور ده يحصل له تاني دي بولاريزيشن، لازم يتشال ويبقى خلاص كومبليتلي ريبولايزد، والتاني يرجع ستيمولاس تاني، وبالتالي ده ما بيحصلش فبيقلب بباراليسز وبلوك. عرفت ليه بقى اسمه ديبولارايزنج بلوكر؟ لانه في البدايه خالص بيعمل ديبولارايزيشن بس رزل ومتنح ومكمل، عشان كده بيقلب ببلوك. طب عرفت ليه هو نون كومبتيتيف؟ مفيش كومبيتيشن، ده هو اصلا بيتخدع فيه الريسبتور على انه اسيتايل كولين ما بيتخانقش مع حد، هو بيروح يمسك زي الباشا كده متضحك على الريسبتور. طيب
الاكشن بوتنشال بتاعه هو بيبقى عجيب جدا اهو، يبقى في البدايه خالص شويه الديبولاريزيشن اللي بيعملهم بانه بيستميليت الشانل ويفتح ويدخل صوديوم، وبعد كده خلاص يقلب بريزيستنت ديبولاريزيشن يعني بلوك، تيجي اي ستيمولس هنا مفيش ولا حد ولا حياه لمن تنادي، لا الريسبتور حاسس بالاستايل كولين اللي حواليه ولا في اي استجابه خالص. طيب الميكانيزم اوف اكشن هاز تو فيزز اوف بلوك، الله تو فيزز، ايوه ما انا لسه قايله لك المرحله الاولانيه دي بولاريزيشن والمرحله الثانيه بلوك، يبقى هو بيشتغل على مرحلتين تو فيزز. فيز 1 سبايند تو نيكوتينيك ريسبتور على النيورو ماسكولار جانكشن، اتضحك على ريسبتور وفكرت ان هو اسيتايل كولين، اكت از اجونست، اوكي دي بولاريزيشن في الموتور اند بليت، ايوه دي بولاريز الموتور اند بليت او دي بولاريز النيورو ماسكولار جانكشن، ما عنديش مشكله ماشي. انيشال كوزنج فاسيكيوليشن، ما سميتهاش كونتراكشن لانها ديس اورجانيزد مش متنظمه، بتكسر في العضله ماشي، بس طبعا مش بتكسرها لدرجه انها تدمرها، بس تعمل شويه لخبطه كده، يبقى ايه عباره عن رعشه في العضله، ما هوش كونتراكشن حقيقي. طيب slow dissociation and metabolism of succinylcholine at receptor، ليه؟ لانه بيتكسر بالسودوكولين ستريز اللي مش عندي في النيورو ماسكولار جانكشن، ده بعيد ده في الليفر ده في البلازما، لكن عند النيورو ماسكولار جانكشن ما عنديش الا ترو ما بيكسروش، نتيجه لعدم تكسيره بيؤدي الى persistent depolarization. بس يا عم لقيت كلمه persistent depolarization، اي حد بيعمل persistent depolarization بيقرب بيه باراليسيس، وبالتالي هيعمل transmission failure وباراليسيس. طيب يبقى هي دي المرحله الاولانيه depolarization وقلبت في اخرها بلوك. طيب كولين ومايميتك بوتنشيت فيز 1 بلوك اوف ساكسيناي كولين، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فاكر لما قلت لك الكومبيتيتيف الكوراري اعرف اشيله من مكانه بان انا ازود له الاسيتايل كولين عشان هو كومبيتيتيف بيتنافس معاه وعشان كده هيزيحه لما ازود له الاسيتايل كولين؟ ان شاء الله فاكر، انا لسه ما كلامي ما بردش، ان شاء الله فاكر يعني. طب يا عم ما تيجي في المرحله دي بقى نقلبه برضو بكولينو مايميتك درج، طب ما تيجي هنا ندي النيوستجمين عشان ازود الاسيتايل كولين ويزيحه. ايه انت بتقول ايه؟ ده مش كومبتيتيف، ده مش كومبتيتيف، هيزيحه ازاي؟ ده الريسبتور مضحوك عليه وفاكره اسيتايل كولين، ده انت لو حطيت كولينو مايميتك هنا واي حاجه هتزود الاسيتايل كولين هنا بتسوق الموضوع، بوتنشيت الباراليسز اللي حصل هنا ليه؟ ما هو الريسبتور اصلا مشكلته انه قالب باراليسز من البرزستنت دي بولاريزيشن، ده هو قالب بلوكت وباراليسز عشان في دي بولاريزيشن شغال، فهتحط لي كولينو مايميتك يزود الدي بولاريزيشن يعني يزود البلوك، يبقى في هذه النقطه ام اس كيو خطير جدا 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 جدا. ويجي سؤال على فكره برضو شورت اسي، انا اعمل ريفرس ازاي للكومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر واعمل ريفرس ازاي للديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر؟ المجموعه الاولانيه دي كومبتيتيف لو زودت لها الاسيتايل كولين باي كولين ومايميتك درج، وقلنا طبعا افضل واحد النيوستجمين والاتروبين قبله ما تنساش، ده هيريفرس الموضوع خالص، لكن هنا الكولين ومايميتك هتسوق الامور لان انا عندي البلوك هنا الميكانيزم بتاعته بيرزيستنت ديبولارايزيشن، فاي حاجه تانية هتعمل ديبولارايزيشن هتبوتنشيت البلوك هتدهول الفيس دي اكتر. طيب الفيز 2 دي سنسيتايزيشن، خلاص احنا قلنا الفيز الاولانيه دخل وضحك على الريسبتور وعمل دي بولاريزيشن او فاسيكيوليشن وانتهى في اخرها ببلوك، الفيز الثانيه هو قاعد بقى بلوك، الريسبتور دي سنسيتايزد مش حاسه، سنسيتايزيشن يعني احساس، دي سنسيتايز يعني مش حاسه، برولونج دي بولاريزيشن في الريسبتور بيعمل سبونتينوس كلوجر اوف ذا سوديوم شانل تو بيكم بارشلي ريفرسبل. هتشرح على الرسمه دي افضل، يعني ايه هو برولونج ديبولاريزيشن؟ يعني الشانل في الاول هيضحك عليها وتفتح وبعد كده تفهم ان مش هو ده مش بتاعها اللي بيفتحها، بتقوم عامله كلوجر تقفل ويبقى ديسنسيتايزد باراليسيس، بس في نهايه هذه المرحله مش هيفضل موجود طول العمر، هيبتدي بقى هو التايم بتاعه ان يمسك في الريسبتور 5 ل 10 دقايق، هيبتدي يتشال بقى من على الريسبتور ويروح بعيد يتكسر، هو ده كده هو بس بيمسك في الريسبتور 10 ل 5 دقايق 15 دقيقه دول، بعدين يتساب ويتشال ويروح يتكسر بقى بالسودو كولين ستريس بتاعه في اي حته تانية، في الليفر بقى في البلازما في اي حته. وفي اخر هذه المرحله بتبقى بارشالي ريفرسابل. يعني ايه بارشالي ريفرسابل؟ يعني هو متشال مشي، بص خلي بالك اهو فاكر الرسمه دي اهو، في اخر هذه المرحله خلاص هو بقى مشي، في الاول كده بتبقى لسه الشانل الصوديوم شانل مش قادره تستجيب، وبعدين في اخرها خالص بتبقى بارشالي ريفرسابل، يعني خلاص ممكن يجي ستيمولس عليها يشغلها. الماسل بلوك بقى في الفيس 2 يشبه الكومبيتيتيف، كان بي
ريفرست بالكولينومايميتك، بس مش ريفرست كامل برضو، ما هي لسه ما فاقتش من الصدمه اللي واخداها، لسه كان ضحك عليها ومفهمها انه اسيتايل كولين لكن مش اسيتايل كولين. يبقى عشان ما نتوهش من بعض، المجموعه دي بتشتغل باتنين فيزز، ديبولارايزنج وبعد كده ديسنسيتايزيشن. الديبولارايزنج دي عباره عن ايه؟ فسكيوريشن الاول وفي اخرها قلب ببلوك، يبقى ديبولارايزيشن وفي اخرها قلب ببلوك. طيب دخلت المرحله الثانيه اللي هي ديسنسيتايزيشن، ديسنسيتايزيشن مكمله في الاول، التشانل خلاص فهمت انه اتضحك عليها بس مش قادره تستجيب فهي مقفوله، وفي اخرها تبقى بارشالي ريفرست، خلاص هو طلع بدات هي تفوق من الصدمه. يعني كأن كل مرحله فيها جزئين، الجزء الاولاني من المرحله الاولانيه اللي هي فيز 1 دي بولاريزيشن وقلبت في اخرها بلوك، الفيز 2 دي سنسيتايزيشن وقلبت في اخرها في الاخر بارشال ريفرسبل، تقدر في الحاله دي ايه تقلبها. طيب يبقى المرحله الاولانيه، طب الريفرس بتاعها اقدر اتغلب عليه ازاي؟ ما عنديش هنا خالص اي كولين وميتك، بالعكس هيسوقه لان هي لسه بتحوك عليها ومفكره انه اسيتايل كولين. طب في المرحله الثانيه لا خلاص هي بدات تفوق، فاقدر افوقها بالاساسي بقى بالصحيح بالاجونست بتاع الريسبتور هو الكولين وميتك، ولكن ها بارشال ريفرسال، بارشال ريفرسال. طيب بارشال ايه ريفرسال اهو، ده الشكل تقريبا بتاع الديبولاريزنج نيورو ماسكولار بكار، حاولت اجيب لك 3 4 صور كده عشان ايه تبقى الموضوع في دماغك ان شاء الله. اهو دي المفروض الصوديوم تشانل اللي هي لينكد في نيورو ماسكولار جنكشن، يجي الايه الساكسنايل كولين يمسك فيها مش اسيتايل كولين، في الاول هتفتح وتدخل صوديوم اهو ويعمل شويه الفاسيكيوريشن اللي بتحصل، ما هي مضحوك عليها، وبعد كده اوبن ذا ان اكتف، يبقى في اخر المرحله الاولانيه هي مفتوحه لكن مش مستجيبه. ليه؟ لانه عامل بيرسيستنت ديبولاريزيشن عليها. في بعض الميكانيزمات اللي شرحت كده قالت ان التشانل عشان ده مش مفتاحها الاساسي، ده مش اللي بيشتغل عليها، ده مش الاسيتايل كولين، فالكونفيرميشن اللي احنا قايلين اي اجونست بيمسك في ريسبتور يعمل كونفيرميشن تشينجز وبعد كده يدي الاكشن، الكونفيرميشن تشينجز بتاعها مش صحيح فبالتالي بيغير شكلها كده شويه، يقوم هي مفتوحه اهي مفتوحه لكن مفيش صوديوم بيعدي فيها علشان كونفيرميشن تشينجز فيها غيرها وعمل لها زي بلوكد ستيت كده اهي، نفس القصه دي كده مفتوحه اسفه دي مقفوله اهي، بعد كده دي مفتوحه اهي يخش الصوديوم عادي، بعد كده كونفورميشنال تشينجز هي مفتوحه بس اسمها ايه ان اكتف، ما اعرفش اعمل لها ريفرس، اي حد هيمسك فيها يلاقيها مش هي، مش هي اللي واخد عليها ومتعود عليها اهي. دي رسمه ثانيه برضو، دي مقفوله اهي، دي اتفتحت والصوديوم دخل بس اكتشفت ان مضحوك عليها فتحولت الى مرحله انها ان اكتف، ان اكتف مفتوحه ولكن ما بتستجيبش دي سنسيتايزد. ماشي دي رسمه تانية برضو اهي، بص ده الكلوزد نورمال، ده القفله الطبيعيه اهي بتاعت التشانل، دي القفله الطبيعيه بتاعت التشانل، ده الكلوزد نورمال. طب الاجونست العادي الاسيتايل كولين اهو مسك فيها وعمل ده مكانه بتاعه، مسك فيها وعمل دي بولاريزيشن ام فتحها وعامل مدخل الصوديوم وعامل كونتراكشن. طيب دي بقى الكلوزد بلوك، ده النون كومبتيتيف، ده اسفل كومبتيتيف نون دي بولاريزنج، ده اللي هو الايه الواضح الكوريري، الدي تيوب كورارين وعيلته دول واضحين جم مسكوا في الريسبتور لان النوتش وهي تساويهم وهم اصلا ما بيعملوش اي حاجه فالريسبتور كلوزد بلوكت، لكن ده اوبند بلوكت، ده الديبولارايزنج مسك الاول ضحك عليها فتحت عدى الصوديوم في الاول وبعدين فهمت بقى اكتشفت ان مش هو فقلبت اوبند ولكن بلوكت، اوبند ولكن بلوكت. طيب فارماكولوجيكال اكشنز، طب بيعمل ايه بقى؟ بيعمل سكيليتال ماسل باراليسيس يعني شلل، بس في البدايه برسيدت بايه؟ برسيدت بشويه فاسيكيوليشن. And this produced post operative pain. ليه عم؟ لانه مش contraction، دي فاسيكيوليشن، disorganized contraction. فبالتالي شويه muscle fibers كده اتكسرت من الكونتراكشن اللي مش طبيعي ده، من الرعشه دي، فعشان كده يديني شويه post operative pain، ودي هتبقى في الادفيرس افكت بتاعته. يبقى الاكشن paralysis preceded by يعني الاول شويه فاسيكيوليشن وبعدين paralysis ولما يفوق خالص يديني ايه؟ شويه post operative pain. طيب برضو كل واحد سبحان الله مش عارف يشتغل لوحده، له شويه ستيميليشن على السمباثيتك والباراسمباثيتك جانجليا. يبقى انا اقدر دلوقتي ممكن اعمل مقارنه ما بين الكومبتيتيف والديبولارايزنج، اعمل مقارنه زي الفل، الميكانيزم ده كومبتيشن ده ديبولارايزنج بلوكر، ده باراليسيس من البدايه، ده فاسيكيوليشن الاول وبعدين باراليسيس، ده الكوراري له جانجليون بلوكينج افكت وهيستامين ريليز، ده له
جانجليون ستيمولانت افكت، ستيمولات السمباثاتيك والباراسمباثاتيك جانجليا، وله كمان مايلد هيستامين ريليز. تقدر تعمل المقارنه دي وتبقى لطيفه جدا ليك. طيب ثيرابيوتيك يوزز، الله فاكر انا قلت لك فيري يوزفول في الاندوتراكيال انتويشن، لانه رابيد اونست اند شورت ديوريشن اوف اكشن، اشتغل بسرعه، اقوم انا اقدر ادخل العيان بسرعه العمليات واشتغل، احط الاندوتراكيال انتوبيشن وشورت ديوريشن، ما انا مش محتاجه ولا بس في الفتره بتاعت تدخيل الايه التيوب، يبقى ده مهم قوي، ده الثيرابيوتيك يوز بتاعته. طب ايه هي الادفيرس افكت؟ طيب في هنا بقى في شويه ادفيرس افكت من الحاجات اللي مش موجوده في حته تانية، الادفيرس افكت بتاعه مميزه قوي مش موجوده في حته تانية. شوف هو سهل لك على نفسه انه واحد وما معهوش حبه تانيين معاه في المجموعه، لكن في الادفيرس افكت ايه غطت شويه. ساكسينايل كولين ابنيا، ده ممكن احطها على فكره دي في جدول المقارنه، ده بيعمل كوراري ابنيا نتيجه لزياده الدوز، ده بيعمل ساكسينايل كولين ابنيا بس نتيجه لايه؟ ثانيه واحده، نتيجه لايه؟ لاك اوف سودو كولين ستريز انزيم. الكولين السودو كولين ستريز انزيم يبقى مش موجود، فهو مش عارف يروح فين، مش عارف، ما بيتكسرش بقى قاعد. طيب ايه اللي هيحصل؟ تريتمنت اوف اعالجها ازاي السودو كولين ستريز؟ هو موجود يبقى هيعمل باراليسيس في الريسبيراتوري ماسل، قاعد ومكمل ومش رايح في حته، ولا عندي السودو كولين ستريز موجود فعامل باراليسيس في الريسبيراتوري ماسل وعامل لي ابنيا، اعالجها ازاي؟ الله، نيوستجمين؟ لا اوعى، مش في المرحله الاولى، اوعى. رقم واحد الاول زيه زي وزي التاني، سبورت ريسبيريشن، المصل بتاعت الريسبيريشن فيها مشكله، فسبورت الريسبيريشن يا عم بسرعه، ارتفيشال ريسبيريشن واكسجين، ماشي مفيش مشكله. هنا مش مكتوب الاكسجين مش مهم، بس هو ارتفيشال ريسبيريشن واكسجين، ما علينا. طيب افتر دايجنوزس، عرفت بقى هو مين وان ده ساكسينايل كولين، وبدانا نشوف، ابتدي اشوف انهي فيز هو، في انهي فيز. لو كان لسه الفاسيكوليشن حاصله اهي قدامي وما وصلش للفيز الثانيه، وانت اكتشفت ان الجرعه اللي انت اديتها كانت كبيره، اعمل ايه؟ ما عنديش حل يا عم الا فريش فروزن بلازما. ليه فريش؟ عشان يبقى فيها الكولين ستريز لسه كتير، السودو كولين ستريز لسه كتير. فريش فروزن بلازما او فريش براد ترانسفيوجن عشان يبقى السودو كولين ستريز انزيم كتير. طب ليه برضو؟ على امل ان لسه في ماشي في البلازما، ما هي دي المرحله الاولانيه، لسه في ماشي في البلازما شويه من الدواء، اقوم اكسرهم بسرعه ما يروحوش يزودوا لي التين بله على المصل والريسبتور. يبقى الفيز 1 الريفرس بتاعها فريش فروزن بلازما، ولازم في كلمه فريش دي عشان الانزيم يبقى موجود فيها، او فريش بلاد ترانسفيوجن عشان انا كل القصه ان انا بنقل له سودو كولين ستريز انزيم عشان يقدر ايه يكسر لي شويه اللي موجودين في الدم في المرحله الاولانيه، ما انا ما عنديش حاجه في المرحله الاولانيه تنفعني. في المرحله الثانيه فاكر لما قلت لك اخرها بتقلب كانها كومبتيتيف الريسبتور، خلاص بدا يحس ان ده مش بتاعه وعلى وشك انه يطرده، فاقوم ازود له شويه الليفل بتاع الاسيتايل كولين بنفس القصه السابقه اللي احنا حفظناها، النيوستجميم والاتروبين معاه مع بعض في نفس الوقت، لا الاتروبين الاول وبعدين النيوستجمين، وفهمنا ده ليه كويس قوي. طيب بوست اوبراتيف بين، ده الادفيرس افكت بقى ماشيه معانا ولا مش ماشيه؟ لا ماشيه طبعا، من شويه الفاسيكيوليشن اللي حصلوا شويه مصل فايبر اتكسرت وعمل ايه مصل بين. مالجنانت هايبر ثيرميا، مالجنانت هايبر ثيرميا، ايه بقى المالجنانت هايبر ثيرميا دي؟ من اسمها كده مالجنانت يعني بتموت، هي مش مالجنانت عشان دي ورم، لا مالجنانت عشان بتموت فسموها مالجنانت. هايبر ثيرميا يعني ايه؟ يعني ارتفاع في درجه حراره الجسم ولكنها مميته، ده سببه ايه؟ طيب بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان الطبيعي ده الطبيعي في الناس كلها، ان بيجي الاكشن بوتنشال ستيميليشن على النيرف، يقوم مطلع الاسايل كولين عند الموتور اند بليت، يمسك في الصوديوم تشانل يعمل لها ستيميليشن، يدخل صوديوم ويخرج بوتاسيوم، ماشي، وبعدين يعمل اكشن بوتنشال، يقوم الكالسيوم طالع من الساركوبلازميك ريتيكولم اللي جوه الخليه ويشتغل على الماسل فايبرز الاكتين والمايوسين، مش مهم دلوقتي مش قصتي، ويعمل لها كونتراكشن. طيب المفروض ان بيرجع الكالسيوم اللي زاد ده عشان ما يزيدش قوي زياده عن اللزوم، ويفضل يعمل لي اكسسيف كونتراكشن اكسسيف كونتراكشن اكسسيف كونتراكشن، والكونتراكشن الجامد قوي ده يزود حراره الجسم، حاجه محسوبه بقى ربنا مخلقها سبحانه وتعالى متظبطه، يرجع تاني يتسحب ويتلم جوه الساركوبلازميك ريتيكولا، خلاص وعمل الكونتراكشن، والكونتراكشن قلنا لحظات او دقيقه اقل من دقيقه كونتراكشن حصل، يقوم يرجع الكالسيوم يتلم بسرعه عشان الليله تتظبط. طيب في عندي هنا تشانل اسمها الرينودين تشانل، هي ار واي ار دي
رينودين تشانل او رينودين ريسبتور. التشانل دي عباره عن ايه؟ عباره عن قناه لما يحصل الكونتراكشن اللي حاصل ده كله هي كمان بتخرج كالسيوم جوه الخليه عشان يحصل كونتراكشن كويس، وبعد كده الساركوبلازم الكتيكولوم يلم الزياده في الكالسيوم. يبقى الرينودين تشانل دي دورها انها تخرج كالسيوم عشان يساعد في الكونتراكشن، ويرجع يتلم الكالسيوم كله ويدخل جوه الايه؟ هو الخلية تاني. طيب يبقى قلنا ان الطبيعي يرجع الكالسيوم تاني يتلم في الساركوبلازميك ريتيكولا. طب ايه اللي بيحصل في الهايبر سيرميا ده؟ اللي بيحصل في المالجنانت هايبر سيرميا ان يحصل الكالسيوم يخرج بغزارة عن طريق الرينودين تشانل دي، بيحصل فارماكوجينيتيك، الجين بتاع الرينودين تشانل دي مضروب، في مشكلة، ما جين ديفكت مش طبيعي من عند ربنا، تقوم يحصل انها عماله تطلع كالسيوم 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 ومش سامحه بسحبه تاني جوه الساركوبلازم الريتيكولم. فالكالسيوم الكتير قوي 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 ده عامل لي ارتفاع في درجه الحراره. ده بيقول لك درجه حراره الانسان في لا قدر الله اللي عنده المشكله دي بتزيد كل دقيقه درجه او درجتين. انت فاهم يعني ايه؟ ده انت درجه حرارتك لو زادت 42 43 ممكن يحصل كواجيليشن للبروتينات اللي في الجسم ويموت. فبالتالي مالجنانت يعني بتموت، وهايبر سيرميا نتيجه للارتفاع الجامد من درجه الحراره، نتيجه للخروج الجامد للكالسيوم من الساركوبلازم كريتيكولم وعدم سحبته تاني جوه الخليه جوه الساركوبلازم كريتيكولم، فالكونتينوس كونتراكشن شغال، كونتراكشن رهيب. طيب علاجها ايه؟ انترافينوس دانترولين. من اهم اسئله الام سي كيو اللي ممكن تيجي كمان شورت اسيكويشن تريتمنت اوف مالجنانت هايبر سيرميا، او يجي لك اصلا هي ايه المالجنانت هايبر سيرميا. ده فارماكوجينيتك ديفكت تريتد بالانترافينوس دانترولين. الانترافينوس دانترولين بيمنع، هنا بيشتغل على الرينودين تشانل دي يقوم يعمل بلوك للكالسيوم ريليز، مش هيخرجه خلاص. انا فهمت، هو الرينودين تشانل دي على فكره دي اوجمنت الكالسيوم ريليز، عشان بس ما تجيش تسال بعد كده وتقول طب ما هو ما فيش كالسيوم ما فيش كونتراكشن. لا، هو المفروض الاكشن بوتنشال بيحصل يقوم الكالسيوم الاول يخرج من الساركوبلازم كريتيكولم، ودور الرينودين تشانل دي انها تزود شويه خروجه، يعني تزود حبه كالسيوم كمان. خلاص، ففي حاله المالجنانت هايبر سيرميا بتبقى رزله مزوده كتير ومنع دخوله كمان، فانا بقوم عالجها بالانترافينوس دانترولين بلوك الكالسيوم ريليز من الحته دي، الاكسسيف كالسيوم ريليز، يخرج الكالسيوم العادي بتاع الكونتراكشن البسيط خالص. طيب انا اضطريت اشرح عليه عشان تبقى فاهم بس الجملتين. لو حبيت تسمع شرحي وتنسى كل حاجه خلاص مفيش مشكله، افهم بس ان عندي حاجه اسمها مالجنانت هايبر سيرميا، سمي لها مالجنانت ليه؟ عشان هي بتموت، هايبر سيرميا عشان بيحصل فيها ارتفاع جامد في درجه الحراره سببها كالسيوم كتير جدا جوه الخليه، كونتراكشن رهيب جدا، ده سببه ايه؟ جينيتك ديفكت، جين، الجين بتاع الكالسيوم كونتراكشن فيه مشكله. تريتد بايه؟ بالانترافينوس دانترولين، دواء اسمه دانترولين وبتاخد انترافينوس، بيقوم يقفل الاكسسيف كالسيوم ريليز، اكسسيف كالسيوم ريليز. طيب هايبر كاليميا، الله، طب هي بتعمل هايبر كاليميا ليه؟ فاكر لما قلت لك ان الكونتراكشن بيدخل صوديوم للشانل دي، بقى الشانل بتاعت الكونتراكشن اهي، الشانل دي اهي بتدخل صوديوم، شوف شوف السهم حتى جنبها عامل ازاي اهو، بتدخل صوديوم وتخرج ايه؟ بوتاسيوم، دخل صوديوم وتخرج بوتاسيوم، ده الكونتراكشن الطبيعي. طب ده مطول قاعد فتره طويله ماسك في الريسبتور لدرجه انه قلبها بلوك دريزل، يبقى هيدخل صوديوم كتير يقوم يخرج كالسيوم كتير، بوتاسيوم اسف، هيدخل صوديوم ويخرج بوتاسيوم، يبقى هيخرج بوتاسيوم كتير يقوم يعمل لي هايبر كاليميا. هي ايه مشكله الهايبر كاليميا يا جماعه؟ الاريزميا على الهارت، مشكلتها الاريزميا على الهارت. جايه منين الهايبر كاليميا؟ لانه قاعد ريزل ماسك في الريسبتور وعامل لها سستيند ديبولاريزيشن، في البدايه ضحك عليها عماله تدخل له كالسيوم صوديوم 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 وتخرج بوتاسيوم 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 بوتاسيوم. ففي المرحله الاولانيه لو الدوس سيفير ممكن يعمل هايبر كاليميا ويعمل لي اريزميا. طيب انكريز الانتر ابدومينال اند انتر جاستريك بريشر، كل المشاكل اللي بتاعته جايه من الفاسيكيوليشن، شويه الديس اورجانيزد كونتراكشن اللي بيعملهم، ما هم بيعملهم في كل الايه؟ في كل السكيليتال ماسل. احنا عندنا عضلات مخططه، العضلات ثلاث انواع، كاردياك في الهارت، وسموث في الاورجنز زي الانتستين مثلا، وال زي الانتستين والاستومك مثلا، والسكيليتال ماسل بقى اللي هي العضلات المخططه بتاعه الجسم. هو بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميليشن للعضلات المخططه السكيليتال، بس الكونتراكشن ده بيضغط على حتت كتير جدا اللي هو الفاسيكيوليشن الريزل ده، فمن الحتت اللي بيضغط عليها هيزود الكونتراكشن على الابدومينال ماسل، ما هي الابدومينال دي سترايتد، سترايتد ماسل، فهيعمل زياده في الانترا ابدومينال بريشر، وبالتالي تضغط على
الاستومك يعمل زياده في الانتراجستريك بريشر. العيان ده لو عنده بقى بيبتك ألسر يبقى فيه مشكله، يجي بعد كده بابدومينال بين ويعمل ايه مشاكل تانية. طيب برضو كجزء من الفاسيكوريشن اللي بيحصل في المصل، بصوا شوف العين لما تاخدوا الاي ان شاء الله في حواليها مصل استرييتد، في حواليها مصل بنسميها اكسترا اوكيولار ماسلز اهي، فدي سكليتا المصل حوالين العين اهي. بصوا في كذا سكليتا المصل هي حوالين العين. طب لما الفاسيكوريشن ده انا قلت بيحصل في كل العضلات اللي في الجسم، لما يحصل في العضلات اللي حوالين العين ممكن يزود لي الانترا اوكيولار بريجر، يعني يزود ضغط العين، يزود الضغط جوه العين. يعني بعد كده ان لو عين عنده جلوكوما ما بتاخدهاش، ده انت ممكن تدمر له العصب بتاع الابصار خالص. طيب وبالتالي الكونترا اندكيشن بتاعتها، ها تعالى بقى نركز فيهم واحده واحده ونقول ليه. ديفيشنسي اوف سودو كولين ستريس، ليه 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 ليه؟ اه طبعا ابنيا ممكن يدخلني في ساكسنايل كولين ابنيا، اوكي. طيب جلوكوما اور اي انجري ليه؟ اه لانه هيعمل كونتراكشن في السكليتال ماسل اللي هي حوالين العين الاكسترا اوكيولار ماسل، وممكن يعمل لي مشكله كبيره جدا لانه هيزود ضغط العين، فالجلوكوما ده اصلا مرض من زياده ضغط العين، يبقى هيعمل لي مشاكل كونترا اندكيتد ما تديهوش. ثالث حاجه هايبر سنسيتيفيتي للدواء، اي دواء في الدنيا انت حساس له ما تستخدمهوش، ده شيء طبيعي جدا. سيفير تيشو دامج ليه؟ ها 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 فاسيكوريشن اكسلنت ديورنج ديجيتال الثيرابي، ديورنج ديجيتال الثيرابي تو افويد الاريزميا. منين؟ بوتاسيوم. انت هتاخد بعد كده ما تاخد الديجيتالز في الكارديو فاسكولار سيستم ان شاء الله باذن الله على خير كلنا السنه الجايه، ونبقى باذن الله متقابلين في المحاضرات ان شاء الله. هتاخد ان هو بيعمل له مشكله مع البوتاسيوم، ووجود بوتاسيوم زياده يزود الاريزميا بتاعته. والديجيتالز ده دواء من الادويه اللي كنا بنسميها لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني تغير الدوز بتاعته او تغير الكيميكالز المينرالز اللي حواليه ممكن يعمل فيه مشكله. فديورنج ديجيتال الثيرابي تو افويد الاريزميا، لان هو بيعمل ايه زياده في البوتاسيوم تلخبط على طول الافكت على الديجيتالز. طيب هيستوري اوف مالجنانت هايبرثيرميا، ما هو المالجنانت هايبرثيرميا دي مش هكتشفها الا لما للاسف يجي ياخد حاجه من الحاجات اللي هتزود الكالسيوم ريليز، اقوم اكتشف ان عنده مالجنانت هايبرثيرميا، لان ده جينيتك ديس اوردر. فلو العيان عنده هيستوري اوف مالجنانت هايبرثيرميا ده يموت، ده انت هتكتشفها صدفه، يبقى اعمل فيه ايه؟ ما تدولوش تاني، خلاص حصلت مره بتموته بقى، يبقى انت عايز تموته. طيب يبقى ده الكونترا اندكيشن بتاعته. طيب تعالى كده الاي اللي اوز اللي انا قلت لك ان شاء الله هنشوف في الاخر كده حققناها ولا لا، تعالى نبص عليها. كلاسيفاي السكليتال ماسل ريلاكسنت، اه احنا عملنا كلاسيفيكيشن للحاجات اللي ممكن تعمل ريلاكسيشن في السكليتال ماسل، وقلنا في سبازموليتك في الكونديشن البسيطه، وفي نيورو ماسكولار بلوكرز في الكونديشن الكتير الكبيره، مثلا واحد داخل يعمل عمليه، واحد يعمل كذا، واحد يعمل كذا، وعرفنا استخداماتها. طيب النيورو ماسكولار بلوكرز الحاجات اللي هتشتغل عند نيورو ماسكولار جانكشن كلاسيفيكيشن، قسمناهم اه قسمناهم، قلنا ديبولارايزنج ونون كومبتيتيف او كومبتيتيف نون ديبولارايزنج، قلنا الكاينتيك بتاعتهم ايوه اتكلمنا عن بعض منهم، ده بيتكسر بايه وده بيتكسر بايه. الدايناميك اتكلمنا عن ميكانيزم اوف اكشن، واستخدمنا على اليوز، اتكلمنا على اليوز ادفيرس افكتس. طب موست امبورتنت دراج انتر اكشن عند نيورو ماسكولار جانكشن، ايوه ازاي اعمل ريفرس للكونديشن بتاع الاولاني، وازاي اعمل ريفرس للكونديشن بتاع الثاني. يا ريت كل واحد فيكم يعمل مقارنه ما بين الديبولارايزنج والكومبتيتيف بلوكر لنفسه، وان شاء الله تحت امركم في اي وقت. كانت معاكم دكتوره نهى عباس استاذ مساعد الفارماكولوجي في جامعه الزقازيق، وده رقم التليفون اللي محتاج اي حاجه في اي وقت على الواتس يسال، ولو محتاج حتى اي حاجه يفهمها كلنا في الاستاف تحت امركم. بشكر زمايلي في الاسم اللي ساعدوني في عمايل الباوربوينت، وكل الاستاف ممبرز تحت امركم في اي وقت. ثانك يو، وبالتوفيق ان شاء الله، ونتقابل على خير باذن الله في محاضراتنا في اقرب وقت واقرب فرصه، واحنا كلنا وكل مصر يا رب بالف خير.